بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة بقالنا كام يوم كده الناس بتطلع علينا، أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي يطلع علينا يقولك إيه يا جماعة، ما تباركوا للناس اللي بتكسب وللناس اللي بتعمل والكلام ده كله. الحقيقة أنا بستغرب جدا من الكلام ده، لأنه أنا ما عنديش مشكلة أن أنا بارك لأي حد. أي منافس بيلعب 10 ماتشات قبلي، أو بيلعب 15,000 ماتش قبلي، أو بياخد بطولة أو كذا أو كذا، ما عنديش مشكلة. ولكن مشكلتي هي عدم تحقيق العدالة. يعني إيه عدم تحقيق العدالة؟ يعني لما بيبقى عندي ضرب الجزاء وما بتتحسبش، لما يبقى عندي هدف ولم يحتسب، لما يبقى عندي كرة رفعت ودخل الجون وما تتحسبش جون، يقول لك أصل دي فاول. فأنا عندما يتم تحقيق العدالة هنكون أو هنطلع نقول لأي منافس، أي حد بينافس النادي الأهلي، هنطلع نقول له ما عندناش مشكلة إن احنا نقول مبروك، ولكن مبروك على إيه؟ أنا مش فاهم. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء حدث. لو بنتكلم في أفريقيا، خدنا أفريقيا ولسه أفريقيا اللي بعديها لم تبدأ. لو بنتكلم في الكاس، خدنا الكاس ولسه الكاس بنكمل فيه، مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل فيه. خدنا لو بنتكلم على السوبر، خدناه الأفريقي، خدناه. لو بنتكلم على السوبر المحلي لسه هيتلعب، لسه لم يحدد ميعاده. وبالتالي إيه الدوري؟ دوري لسه فاضل فيه ماتشين، محدش عارف. نسبة أقل، ولكن في نفس الوقت لسه المباريات نظريا، المباريات لسه ماتشين، ويا عالم ايه اللي هيحصل في الماتشين، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. بنسبه 95% او قد تكون اكبر من 95% الاهلي مش هياخد الدوري. ولكن خليني اقول لحضراتكم ان انا دائما او اتعلمت جوه النادي الاهلي كده، ان انا اتمسك بكل لغايه اخر صفاره من الحكم. ما عنديش اي مشكله ان انا اقول هذا الكلام، ودايما بطلع اقول على الرغم ان البعض بيعار، لكن لا، انا بطلع اقول هذا الكلام لان هذه هي الحقيقة. هفضل ألعب لغاية آخر لحظة، وهفضل أموت نفسي في الملعب لغاية آخر لحظة. ولكن حتى لو مباراتي تحصيل حاصل أنا بلعب على المكسب. حتى لو مباراتي تحصيل حاصل أنا بلعب على المكسب. لكن يا عم أنا مش بتاع تنمية بشرية، أنا يعني أنا مش دكتور في التنمية البشرية عشان أطلع أقول لك أصل لازم والمدينة الفاضلة ومش عارف إيه. أنا عمري ما شفت فرق متنافسة بتطلع تبارك لبعض على مستوى الجمهور طبعا. يعني جمهور ريال مدريد ما بيباركش لبرشلونه، ولا جمهور برشلونه بيبارك لريال مدريد. اتلتيكو مدريد لما كسب الدوري في اسبانيا السنه اللي فاتت، جمهور ريال مدريد ما طلعش قال له مبروك مثلا. وانا هنا بتكلم دايما بصوت الجمهور وباسم الجمهور، ما بتكلمش باسم اي حاجه، انا بتكلم باسم الجمهور وبصوت الجمهور. فانا مش بتاع تنميه بشريه عشان اطلع اقول لحد مبروك، ولا اطلع اقول لحد. انا راجل بشتغل في قناة النادي الأهلي، أنا وغيري من المذيعين اللي موجودين هنا، الحقيقة النجوم الكبيرة اللي موجودة هنا. دايما لما بنيجي نتكلم احنا بنشتغل في قناة النادي الأهلي، وكل حياتنا وكل تفكيرنا هو النادي الأهلي بس، ما عندناش حاجة تانية. يعني أنا مش دكتور في التنمية البشرية هطلع أقول يا جماعة وكذا وكذا وكذا، ده شغلة التنمية البشرية، مش شغلة الإعلاميين في الأهلي أو محبين الأهلي أو جمهور الأهلي إن هم يطلعوا يقولوا هذا الكلام. بالمناسبة يعني روح رياضية، النادي الأهلي هو أكتر نادي في العالم، مش هقول في أفريقيا ولا في مصر، خلينا نتكلم في مصر عشان، لكن النادي الأهلي هو أكتر نادي في العالم وأكبر نادي في العالم، وفي مصر بيتسم بروح الرياضية، وكل الناس عارفة هذا الكلام. وأنا ضربت المثل ده قبل كده، شفت حضرتك لما النادي الإسماعيلي خد بطولة الدوري في 2002، كل جمهور النادي الأهلي سقف له. لما حرس الحدود، أنا بتكلم على حاجة أنا شفتها بنفسي، لما حرس الحدود خد بطولة الكاس من النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي سقف له. ليه؟ لأن كان هناك عدالة تحكيمية، لم تكن هناك أخطاء تحكيمية، كانت الأمور ماشية بشكل جيد جوه الملعب وبره الملعب، وبالتالي النادي الأهلي في ذلك الوقت كان مقصر شوية في أمور. ولكن هل ده معنى الكلام اللي أنا بقوله ده كله؟ إن إحنا ما قصرناش؟ بناء على تعليقات الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبناء على تعليقات كل الناس اللي موجوده، قالوا ايه؟ قالوا يا جماعه احنا عندنا، قد يكون عندنا اخطاء، ولكن احنا اخطائنا بنصلحها، واحنا اتكلمنا في ده الاسبوع اللي فات او في الحلقه اللي فاتت. لكن في النهايه ما حدش يطالبني بحاجه ما ينفعش حضرتك اساسا تطالبني بيها، وما ينفعش حضرتك تتكلم معايا فيها اساسا. احنا عارفين كويس جدا ايه اللي بيتعمل وايه الصح وايه الغلط. زي ما بيقول لك ايه؟ اصل انتوا بتبرروا، انتوا طالعين تبرروا. والله العظيم ثلاثة يا جماعة، أقسم بالله محدش طالع يبرر ولا يقول أي حاجة خالص.
احنا بنوثق حقائق، حقائق حصلت بالصوت والصورة. ما بنقولش ان الكرة مثلا ضرب الجزاء وهي مش ضرب الجزاء، ما بنقولش ان الكرة فيها كذا وهي ما فيهاش كذا، لا احنا بنوثق. لكن تبرير احنا ما بنبررش، ما بنبررش، لان لسه في مباراتين، بعد المباراتين نبتدي نتكلم نشوف اخطائنا ايه. اذا احنا بتكلم علينا كاعلاميين، لكن اداره النادي واداره الكره شايفين كويس قوي، اداره النادي الاهلي يعني واداره الكره في النادي الاهلي عارفين كويس جدا هم بيعملوا ايه وبيتكلموا في ايه وعارفين ايه الاخطاء اللي موجوده وبيحاولوا يصلحوها. بدليل ان كابتن سيد عبد الحفيظ لما طلع قال لك اه قد يكون عندنا بعض الاخطاء ولكن هنحاول نصلحها. هو ده النادي الاهلي وهو ده اسلوب النادي الاهلي دايما، انا بقول هذه الكلمه. لكن ايه اصلا ماسكين لنا في حاجتين، بعض من لا يشجع النادي الاهلي ماسكين في حاجتين، يقول لك ايه يا جماعة اطلعوا باركوا بقى، أولاً مفيش حاجة خلصت عشان أطلع أبارك، اللي خلص إحنا خدناه كله. اللي خلص إحنا خدناه كله، اللي فات إحنا خدناه كله. وإحنا دايماً ما بنبصش للي فات، إحنا بنبص للي جاي. لسه عندنا ماتشين يوم الأسبوع ده، يوم الثلاث والجمعة، وبعد كده نبتدي نتكلم. نشوف إيه اللي هيحصل. أنت ما زال عندك أمل؟ أيوه عندي أمل وما زال وسيظل، طول ما هناك أمل سيظل دائماً جوايا انا بنقل لحضراتكم. منين انا بقول الكلام ده؟ من حضراتكم، من جمهور النادي الاهلي. وكل الكلام اللي انا بقوله ده بقوله من جمهور النادي الاهلي. حضرتك عايز نطلع ابارك لك، نشتغل صح بدون اخطاء تحكيميه، بدون اشياء كثيره جدا بتحدث جوه الملعب اتكلمنا فيها خلال الاسبوع 10 ايام اللي فاتوا. لكن امتى، محدش يقول لي امتى بارك وما امتى ما باركش. انا عارف، مش انا يعني، احنا عارفين كويس جدا نتكلم ازاي ونبارك امتى او ما نباركش امتى. حاجات غريبه جدا الواحد بيسمعها. هو ده الحاجتين اللي الناس شغاله عليها، بعض من لا يشجع النادي الاهلي شغالين عليها خلال هذه الفتره، حاجتين يا جماعه اطلعوا باركوا، نمره واحد. نمره اتنين التبرير، انتوا طالعين تبرروا ايه؟ احنا ما بنبررش، احنا 42 دوري، فهنبرر في ايه؟ هبرر ايه؟ 42 دوري ده بالنسبه للدوري، بالنسبه لافريقيا 10، اللي بعديه 5، يعني انا ضعف اللي بعديه، فهبرر ايه واقول ايه؟ وبعدين الكلام اللي احنا بنتكلمه ده للمصلحه العامه. هتقول لي ايه اللي انت بتقوله ده اسلام؟ انت لا بتتكلم عشان مصلحه. طبعا ما هي مصلحه النادي الاهلي هي الاهم بالنسبه لي، ولكن هناك مصلحه اعم واشمل من مصلحه النادي الاهلي وهي مصلحه البلد. واحنا لما نتكلم في الفار وتطبيق الفار السنة الجاية الناس هتاخد بالها من الكلام ده. الناس السنة الجاية، الناس السنة الجاية دي اللي هي كمان شهر بالكتير، الناس هتاخد بالها من الكلام ده ويبدأ الموضوع يتغير. فمثلا ما هم تلات حاجات، أنا آسف اللي بيتكلموا فيهم مش حاجتين، تلات حاجات. اللي هو يقول لك إيه؟ التبرير، أنتوا طالعين تبرروا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين يطلع يقول لك إن اطلعوا باركوا. نمرة تلاتة هقولها لكم بطريقه التشجيع، هغنيها يعني، اللي هو ايه؟ افريقيا ايه يا عم؟ الدوري اهم. ده لما بيكون شغال في الدوري والدنيا ماشيه معاه في الدوري. خلاص؟ ده اي منافس، انا بتكلم بشكل عام. او يقول لك ايه؟ لو الدنيا مش ماشيه معاه في الدوري وماشيه معاه في افريقيا يقول لك ايه؟ دوري ايه او افريقيا ايه يا عم؟ الدوري اهم. وبعدين يرجع يقول لك دوري ايه يا عم؟ افريقيا اهم. يا جماعه ارسوا على حل، ارسوا على حاجه، الدوري اهم ولا افريقيا؟ احنا النهارده ماشيين في افريقيا يبقى افريقيا اهم، النهارده ماشيين في الدوري يبقى الدوري اهم. طيب خليني اقول لحضرتك الفكر او كيف يفكر جمهور النادي الاهلي في الدوري وفي افريقيا وفي غيرها. طيب انا لو بلعب ماتش ودي، لو بلعب ماتش ودي بالنسبه للنادي الاهلي هو مهم زيه زي بقيه الماتشات بالظبط. الدوري مهم، افريقيا مهمه، الكاس مهم، كاس العالم طبعا مهم، كاس العالم للانديه مهم، كل البطولات اللي احنا بنلعبها مهمه. هو ده تفكير جمهور النادي الاهلي، عشان كده تلاقيهم زعلانين جدا على لو لا قدر الله الماتشين اللي جايين او الماتش اللي جاي ما قدرناش ان احنا نكمل في الدوري العام بشكل جيد. فهو ده تفكير الجمهور الاهلي، هو ده التفكير، او ده دايما النادي الاهلي بيروح لكده، ما بيروحش ان هو ايه احنا اليومين دول شغالين في الدوري. يعني احنا مثلا لا قدر الله لو خسرنا الدوري اليومين دول الاسبوع الجاي او يوم الثلاث، خسرنا الدوري خلاص رسمي هيصبح، لو حصل هتلاقي جمهور النادي الاهلي زعلان ومتضايق،
بس مش هيطلع يقول لك اصل افريقيا اهم من الدوري، مع ان معروف في العالم كله ان البطولات القاريه اهم من البطولات المحليه، ولكن لا، عند جمهور الاهلي الموضوع مختلف، الفكره نفسها مختلفه، الفكره نفسها مختلفه. لكن انا النهارده شغال في افريقيا، يبقى افريقيا اهم من الدوري، وتطلع الكتائب وتطلع الامور كلها افريقيا اهم من الدوري. طيب طلعت من افريقيا وبلعب في الدوري بس، والدوري قرب مني، الدوري اهم من افريقيا يا جماعه؟ ما انتوا دي واضحه وصريحه، مفيش حاجه اسمها كده. جمهور النادي الاهلي مختلف عشان كده، مختلف عشان عنده تفكيره مختلف، تفكيره دايما في ناديه ان هو يكسب، ان هو يكسب. الزعل اللي شايفينه من جمهور النادي الاهلي في كل حته، ولكن ناس زعلانه وابتدت ان الامل يتضاءل، ولكن في نفس الوقت يقول لي ايه، طب ما هو لسه ماتشين يا كابتن. ايوه صح، لسه ماتشين، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، ومحدش عارف الكره فيها كتير بدون اخطاء تحكيميه وبدون مجاملات تحكيميه، دي اهم حاجه بالنسبه لي لكل الفرق المتنافسه. انا ما بتكلمش على حد سواء فوق او تحت، لو اخطاء تحكيميه مش موجوده هتبقى الامور جيده جدا جدا جدا. وبمناسبه الاخطاء التحكيميه، الفار، انا بقول الكلام ده النهارده قبل بداية الموسم القادم، وأتمنى أنه يحصل حتى ولو تجربة في الماتشين اللي جايين دول، ولو تجربة في الماتشين اللي جايين دول. هو الفار يا جماعة، في حاجة اسمها فار فول أوبشن، وفار هاف أوبشن، وفار أقل أوبشن. يعني اللي أنا بشوفه في أوروبا واللي حضراتكم بتشوفوه في أوروبا ده الفار الفول أوبشن، مكلف بالمناسبة، ما عنديش مشكلة، ولكن بما إن حضرتك قررت أن تتواكب مع العصر وتعمل تقنية الفار في مصر، ده شيء جيد جدا بالمناسبة، ما عنديش مشكلة، ولكن ما ينفعش حضرتك تجيب لي أوبشن وتحطه في الفار وتسيب بقية الأوبشنز، بقية الاختيارات مش موجودة. بمعنى إن إحنا عندنا نواقص كتيرة في الفار اللي عندنا، اللي شغال ده، الفار اللي حضراتكم بتشوفوه ده، عندنا فيه نواقص. منها تكنولوجيا خط المرمى، منها تكنولوجيا خط المرمى اللي لو كانت موجوده في مباراه طلائع الجيش كنت هتكسب. يا عم انت بتبرر بقى، بطل تبرير يا عم اسلام. والله العظيم ما ببرر، والله ما ببرر، انا بقول الحقيقه اللي واضحه امام حضرتك. هو لو في تكنولوجيا خط المرمى والكره دي ما كانتش، او التكنولوجيا ما كانتش صفرت في ودان الحكم، هي لما الكره بتعدي بتصفر في ودان الحكم او في ساعه الحكم واللاين مانز. طيب لو كانت الكرة ما عدت كانت هتصفر، ما كانتش عدت، ما كانش حد اتكلم في أي حاجة، ولا كان حد قال. ولكن احنا عندنا الفار، يعني أعتقد إن هو نص أوبشن، حاجات مستعملة وأمور كده حضراتكم كلكم عارفينها. عندنا فار البروتوكول بيتطبق على المزاج، على المزاج. يعني إيه على المزاج؟ يعني أنا المهم إن أنا أروح أشوف كرة مشتركة زي بتاعة مباراة طلائع الجيش، كرة هدف أو إحنا شايفينها هدف، من المفروض إن حكم المباراة يجب عليه إن هو يروح يشوف الفار، ما راحش شاف، قعد 4 5 ثواني، إحنا حسبناها حوالي 16 ثانية 17 ثانية، وقال لك كمل اللعب، مع إنه جوه البروتوكول اللي مكتوب بالأجنبي، مش مكتوب، مش إحنا اللي كاتبينه، اللي الاتحاد الدولي هو اللي كاتبه، بيقول إن أنت لازم تروح طالما فيها شك وعدت المرمى، عدت خط المرمى ولا لأ. فده ما حصلش. فهل ده معناه ان انا ببرر حاجه؟ لا، انا ده معناه بقول يا جماعه من فضلكم هاتوا لنا تكنولوجيا خط المرمى السنه الجايه، او مع بدايه الموسم اللي جاي. هل حضراتكم تعلموا ان في المغرب مثلا عشان يطبق الفار عمل ايه مع حكام الفار؟ عمل ايه؟ قعد سنه وثلاث شهور لتدريب الحكام. المغرب، هذا البلد العربي الكبير، الافريقي العربي الكبير، المغرب قعدوا الحكام بتوعهم سنه وثلاث شهور يتدربوا على في العربيات وهيعملوا ازاي، واوف لاين واون لاين وحاجات كده بتتعمل في الفار. احنا عندنا الحكام ثلاث شهور، اتدربوا ثلاث شهور في الاول خالص، انا بتكلم على بدايه تطبيق الفار. وبعد ما طبقوه، اللي بيتقال في المغرب ان الحكام هناك او تقنيه الفار هناك رائعه جدا، وبالتالي هي امور كلها واضحة وصريحة.
هو ليه حضرتك ما تجيبلناش في الموسم القادم؟ مش هتخلينا نقعد نهري ونتكلم في نفس الكلام اللي احنا بنقوله ده السنه الجايه؟ عايزين حاجه افضل، عايزين حاجه احسن، لان ما حدش هيقبل بالاخطاء التحكيميه. عندنا كاس مصر، النادي الاهلي طالب بحكام اجانب. طب وبعدين؟ وبعدين؟ ما انا ثقتي قلت كتير جدا جدا في التحكيم المصري وفي اخطاء بعض الحكام في مصر. لانها ما بتجيش غير مع النادي الاهلي، الفار ما بيجيش غير مع النادي الاهلي. ده في فار بيقعد بالاربع خمس دقايق نشوفه ونروح نشوفه لو هي لصالح فريق ضد النادي الاهلي. وبالمناسبه ما هو انا كسبت كل البطولات الفار اللي بره. في افريقيا وفي كاس العالم للانديه وفي كل حته انا كنت بسافر فيها كاهلي يعني. ما هو كان فيها فار وكنت بكسب، وكان الناس بترجع للفار سواء ليا او ضدي. ايه الفرق ما بين الفار اللي بره والفار اللي جوه؟ نشوف مع كابتن ناصر عباس، طبعا واحد من افضل واهم الحكام في مصر خلال ال 20 سنه الاخيره الحقيقه، ومحلل طبعا موجود معانا هنا في قناه النادي الاهلي. كابتن ناصر ازي حضرتك يا فندم؟ تحياتي لحضرتك كابتن اسلام، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن ناصر، قبل بس ما ابدا سؤالي لحضرتك، هو ايه، هل هناك فارق ما بين تطبيق تقنيه الفار في اوروبا او في افريقيا، ولا هو المفروض بروتوكول واحد بنمشي عليه؟ طب خلينا ناخد من حضرتك كلمه مهمه جدا يا كابتن اسلام. معلش يا كابتن، بعد اذنك ممكن تقول لي بس هل ده الاول في فرق، ولا هو بروتوكول واحد بنمشي عليه؟ كابتن، البروتوكول الفار مفترض ان هو واحد على جميع الانديه. اشكرك يا كابتن. الاهليه والقاري. اشكرك يا كابتن. حضرتك بقى اتفضل، يعني ايه، انا عايز حضرتك تقول لي التفاصيل، كل تفاصيل هذا الموضوع علشان جمهور النادي الاهلي وهو قاعد. اصل احنا جمهورنا يعني جمهور بيعرف يفكر كويس جدا، وعارف الكلام اللي حضرتك هتقوله ده بتفاصيله، لما توصل له هيعرف قد ايه ان احنا كنا هناك امور لم تحدث خلال الفتره اللي فاتت. يا رب يا رب، او نتمنى ان هي تحدث خلال الفتره اللي جايه. اتفضل يا كابتن. كابتن اسلام، انا هاخد من حضرتك كلمه مهمه جدا. اتفضل يا فندم. بتتكلم عن المصلحه العامه وليس المصلحه الخاصه. بالظبط. ودي نقطه مهمه جدا يجب ان الكل ينظر اليها. هدف موجود في قناه النادي الاهلي، ما بتتكلمش عن النادي الاهلي فقط، بتتكلم على المصلحه العامه اللي بتبقى بتعود بالفائده على الانديه كلها. وده اللي احنا بنتكلم فيه، المصلحه العامه، ان هي ازاي نطور الكره وازاي نطور الفار وازاي تبقى مظبوط يا كابتن، لان احنا هنا بنتكلم عن عداله لكل ال 18 فريق، مش للنادي النادي الاهلي طبعا اتمنى على طول، لكن انا عايز العداله دي لل 18 فريق اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز والدرجه الثانيه والثالثه والرابعه كمان. دي حاجه من اهم الحاجات اللي كانت اسلام اللي قلتها في البدايه وانا مستمتع بيها جدا. ليه؟ احنا بنوصل رساله للكل ان النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي مش بس للنادي الاهلي، ولكن لشرح الثقافه التحكيميه على مستوى الانديه كلها. ايوه فهمت. بنحط النقاط المهمه والايجابيه، ازاي نطور الكره، وازاي يبقى عندنا تحكيم على اعلى مستوى، وازاي يبقى عندنا تقنيه الفار بتطبق زي ما بتطبق في كل بلاد العالم. بس احنا متفقين يا كابتن ناصر ان هو بروتوكول واحد هو اللي بيتطبق في اوروبا، هو اللي بيطبق في افريقيا، هو اللي بيطبق في اسيا، هو اللي بيطبق في مصر، هو اللي بيطبق في البرتغال، هو بروتوكول واحد. بالظبط كابتن اسلام، ودي مفيش فيها فصال، وانا بتكلم كلام بشكل علمي جدا. اتفضل يا كابتن. وبشكل صريح. نتكلم في البدايه يا كابتن اسلام. معلش يا كابتن، سؤالي، هل احنا عندنا في تقنيه الفار تطبيق نظام خط المرمى، تكنولوجيا خط المرمى، ولا لا؟ لا توجد عندنا تكنولوجيا اللي هو الجول لاين تكنولوجي، مش موجود في التقنيه عندنا، ودي اهم حاجه عندنا لما طبقنا يا كابتن اسلام، ما كانتش موجوده عندنا اللي هي تكنولوجيا خط المرمى. واحده من اهم الامور اللي بتحسم هدف من عدمه. أيوة. زي ما قلت ان لما تبقى موجوده بتريح الكل. صح. لو عندي الحكم ما شافش، لو المساعد ما شافش، لو الفار ما عندوش اللقطه، هنا بتدي اشاره في خلال ثانيه لساعة الحكم بتقول له من فضلك هنا الهدف الكرة عبرت، وبالتالي هنا ما بنشوفش ابدا اي جدال، بنلاقي ان الحكم بيحتسب الهدف في خلال ثانية واحدة. دي مش موجودة عندنا في نظام الفار اللي موجود في مصر. دي مش موجودة عندنا في نظام الفار اللي موجود في مصر، لا ده انا في اكبر من كده بقى يا كابتن. اتفضل يا فندم، اتفضل. طيب هرجع لنقطة مهمة جدا يا كابتن اسلام. الكلام ده مش انا اللي بقوله ولا حد بيقوله، الكلام ده طلع من اتحاد الكره طبعا، والمسؤولين طلعوا لما جم اللجنه الثلاثيه شافت ان الشركه المتعاقده طبقا للعقد اللي كان موجود
كان هناك في بعض الشروط ما تمش الموافقه عليها او ما تنفذتش من خلال الشركه المنفذه. تمام، هم قعدوا مع بعض وحاولوا يوصلوا لاتفاق وكملنا زي ما احنا. دي نمره 2. نمره 3 بروتوكول بقى يا كابتن معلش، يعني مهم جدا البروتوكول يا كابتن. البروتوكول نمره 1. الناس بتزعل من الكلام اللي انا بقوله للاسف، ولكن هي دي الحقيقه يا كابتن اسلام من فضلك. هي دي الحقيقه، الناس بتزعل. احنا متفقين يا كابتن اسلام، حضرتك حكم دولي كبير، حكم دولي كبير يا كابتن اسلام، وانت ليك باع في الاتحادات الافريقيه والاتحادات الدوليه. لما تيجي يلعب معاك ناصر عباس هو حكم لسه مبتدئ، سؤال وانا على الفار، هل هنا هيبقى فيه الخبرات متكامله بيني وبينك؟ لا. هل انا النهارده كحكم دولي اسلام الشاطر النهارده لما تيجي تقول لي معلومه في الكوميونيكيشن سيستم انا النهارده هبقى واثق فيها قوي؟ لا. ولا هبقى قلقان؟ هبقى قلقان. دي في البدايه المشكله. ليه يا كابتن اسلام؟ ما حدش زعل مني من الكلام ده اللي بقوله. احنا في الاختيار في البدايه تم اختيار الحكام اللي هم ما عندهمش الخبره، اللي هم يعني تقريبا ما حدش فيهم لعب يمكن مباراه واحده في الدوري الممتاز، وحطوا على تقنيه الفار. تمام. على الرغم لما نرجع للبروتوكول بنقول حاجه مهمه هقولها لك ويمكن ناس كتير ما تعرفهاش. قال لك انت من الممكن انك انت تجيب حكام عاملين او حكام متقاعدين. متقاعدين يعني رجل ممكن متقاعدين. تمام. تجيبه من فضلك، ما عندناش مشكله تجيبه وتحطه على تقنيه الفار. ليه؟ لان بيبقى عنده الشخصيه التحكيميه موجوده. ايوه. عنده الخبرات المتراكمه، عنده ان هو حكم مباراه في ميدان اللعب، يقدر يوصل لك ويفسر لك ويشرح لك اللعبه بشكل علمي وبشكل طبقا للقانون وثقافه القانون وشرح القانون لكابتن اسلام. تمام. ولكن دي نقطه مهمه، اختيار الحكام تقريبا كان من الحكام الصاعدين اللي هم ما عندهمش الخبره، اللي النهارده تقريبا بيحصل منهم مشاكل. على سبيل المثال ومش هقول حاجه، في ماتش غزل المحله والنادي الاهلي وكان حكم الفار السيد شعبان. اتحاد الكره وقفه تقريبا من شهرين لثلاث اشهر. السؤال هو وقفه ليه؟ هو حكم ما فيش مشكله، بس حكم من الحكام الصغيرين. كان هناك لجنه جزاء صحيحه مليون بالميه لمحمد هاني، وكان هناك بطاقه حمراء كان يجب ان هو يستدعي الحكم فيها محمد معروف ويقول انه في بطاقه حمراء طبقا لمعايير الفرصه المحققه لتسجيل الهدف. الكلام ده ما حصلش. النادي الاهلي خسر 3 نقاط. طيب. بسبب حكم على الفار ما عندوش الخبره. حلو جدا يا كابتن، ان حضرتك شرحت. انا شفت حضرتك وانت بتشرح الكلام ده بعد الاستوديو التحليلي في مباراه طلائع الجيش، ولكن برضو مهم جدا تقول لنا التطبيق بروتوكول الفار في مصر. طيب. خلال الفترة، وبما انك راجل من الخبرات الكبيرة جدا اللي موجودة في مصر في عالم التحكيم، بفضل حضرتك قول لنا هل بيتم تطبيق البروتوكول بشكل نبقى راضيين عليه حتى لو بنسبة 90-95%، على الرغم من ان انا بشوف ان لا لازم يبقى 100%. هقولك على حاجة مهمة كابتن اسلام. أيوة. يا ريت بقى يعني الناس كلها تشوف تسمع الكلام ده. هو نتكلم على الدوريات الخمسه الكبرى اللي هو يعتبر الدوري الانجليزي من افضل الدوريات اللي موجوده. صح ولا مش صح؟ مظبوط. النهارده الدوري الانجليزي طبق التقنيه اوف لاين، اوف لاين مش اون لاين. سنه تقريبا. انت يعني عارف قد ايه ان الدوري الانجليزي قبل ما يطبق التقنيه اشتغلوا تقريبا يا كابتن اسلام اوف لاين. اوف لاين يعني ايه؟ ان الماتش ده بيتلعب عادي وفي اوف لاين في ناس بتبقى موجوده على الفار، وفي حكم بيبقى خارج الملعب خالص بيتواصلوا معاه عشان يدربوا الحكام بشكل لما يجي يطبقوا اونلاين يبقى عنده الخبره الكبيره. والحكم الرسمي شغال موجود عادي، مفيش مشكله، ملوش علاقه بالفار، الرسمي شغال. اوكي. ودولت اوفلاين شغالين لمده سنه كامله. الاتحاد الانجليزي بيطبق اوفلاين عشان يقدر يوصل لدرجه القناعات او درجه تقليل الاخطاء. دي حاجه دي مهمه جدا الكثير ما يعرفهاش. تمام. انا النهارده طبقت الفار وانا عندي بالظبط اسبوعين الحكام اتدربوا فيهم. هتقول لي ده معاهم الرخصه يا سيدي. والله انا ما قلتش لا يا سيدي، انت معاك الرخصه بس ما بتعرفش تسوق. ما هو ممكن يكون معاه واحد رخصه يا كابتن اسلام وانا ما عنديش فن القياده. عشان يبقى عندي فن القياده يبقى انا اتدربت على عدد ساعات على الاقل اقدر من خلالها اشتغل في تقنيه الفار. معاك الرخصه؟ معاك الرخصه وخدت الرخصه، ولكن التدريب لم يكن كافيا بالدرجه اللي يقدر الحكام من خلالها يديروا مباريات خاصة دي تكنولوجيا. تمام. على الحكام اللي بعد كده يا كابتن. اتفضل يا كابتن. انا النهارده كابتن اسلام بتقول لي الصوره بتروح مش واضحه. انا عندي 6 كاميرات موجودين بالظبط في الملعب. هذه الكاميرات مع احترامي واحنا بنتكلم ازاي نوضع خطه نطور بيها الكره المصريه. هذه الكاميرات تقريبا مش اتش دي يا كابتن اسلام.
هي اس دي، يعني عندنا الاس دي. اعتقد ان احنا برضو يجب ان احنا نزود عدد الكاميرات يا كابتن، يعني اعتقد الجوده الجوده ونزود عدد الكاميرات. نمره واحد ماشي. الجوده ليه؟ انا كفار اسلامي الشاطر قاعد على الفار، بتجي لك الصوره تقريبا مش واضحه تماما نتيجه ان الكاميرا دقه ووضوح الكاميرا مش موجود. دي حاجه. الحاجه الثانيه بنتكلم في عدد الكاميرات، 6 كاميرات ابدا عمرهم ما هيكفوا ابدا ان هم يغطوا الحالات التحكيميه اللي ممكن اجيب الحكم فيها من كذا زاويه. للاسف انت بتجيب الحكم من زاويه واحده. وللاسف بتجيب الحكم مش صوره واضحه. انا بتكلم معاك بامانه، لو احنا عاوزين نعمل تقنيه بشكل مهم. اتفضل. يبقى انا عندي جوده الكاميرا نمره واحد، نمره اثنين عدد الكاميرات المفترض زياده عدد الكاميرات 10 كاميرات في الملعب. ليه؟ حاله زي حاله الهدف اللي جه النادي الاهلي. نعم. لو انا النهارده عندي ما عنديش تكنولوجيا خط المرمى، يبقى عندي على الاقل كاميرا على خط المرمى دي توضح بشكل كبير جدا وتساعد الحكام في انهم ياخدوا القرار الصحيح. دي تمام. مش موجوده للاسف. تمام. يبقى اذا احنا بنتكلم في اولا ان احنا نجيب تقنيه خط المرمى، دي نمره واحد، نمره اثنين زياده عدد الكاميرات، نمره ثلاثه جوده الكاميرات نفسها او جوده التصوير نفسه والتوزيع الجيد داخل الملعب، نمرة 4 التدريب الجيد لحكام الفار ووضع حكام يتناسبوا مع قيمة الدوري المصري خلال الفترة اللي جاية. ممتاز يا كابتن اسلام. نقطة صغيرة هقولها. اتفضل. لو احنا عاوزين برضك من خلال القناة الأهلي تتكلم في المصلحة العامة. الله يخليك، في حتة الإخراج مهمة جدا إن احنا نجيب اللقطة الواضحة اللي هي نوعتها للفار عشان ياخد بيها قرار. يعني أيوة. برضك احنا محتاجين المخرجين مع احترامي كلهم على مستوى عالي وفوق دماغنا من فوق، يبقى بردك يبقى مزيد من التدريب. تمام. عشان يبقى بردك هم فاهمين الحالات اللي هي امتى تيجي وامتى ما تجيش. تمام. دي فيما يخص كابتن اسلام ازاي نطور ادائنا وازاي نقلل من اخطائنا التحكيميه خلال الفتره اللي جايه او خلال الموسم اللي جاي ان شاء الله. انا بشكرك يا كابتن ناصر على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات الرائعه الحقيقه، لانه في النهايه زي ما انا قلت لحضراتكم الموضوع بسيط جدا جدا جدا. ما عنديش مشكلة إن أنا لا قدر الله أخسر، عندي مشكلة يعني، ولكن أقصد إن أنا هبقى متضايق وزعلان وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت حضرتك إديني عدالة تحكيمية، إديني جودة صورة جيدة، حط لي أوبشن بتاع خط المرمى، حط لي عدد كاميرات أزيد، وبعد كده نبقى نتكلم بقى في قصة نبارك ما نباركش، نتكلم ما نتكلمش، نبرر ما نبررش، نعمل ما نعملش. ما هو في النهاية بعد كل الكلام اللي إحنا سامعينه ده أعتقد أن الأمور يجب أن تكون واضحة للجميع. النادي الأهلي دخل على مسابقة مهمة جدا، مسابقة كاس مصر، زي ما مسابقة الدوري كانت أو ما زالت وستظل دائما مهمة، زي ما أفريقيا هتفضل دائما مهمة، وزي ما كل المسابقات اللي بيخشها سوبر محلي سوبر أفريقي، كل المسابقات اللي بيخشها النادي الأهلي جمهوره دائما ما بيفكرش فيها غير بشيء واحد بس، أن كل المسابقات لها أهمية كبرى بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. انت لو بتلعب ماتش ودي عندنا لما كنا بتلعب في التتش مثلا ماتش ودي ولا حاجه، بتلاقي الجمهور بعد الماتش على طول يقول لك النتيجه كام كام، النتيجه خلصت كام كام، الاداء كان كويس ما كانش كويس. هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده اللي دايما بيفكر فيه جمهور النادي الاهلي حتى لو في المباريات الوديه. فما فيش حاجه اسمها اصل افريقيا يا عم الدوري اهم، وبعدين الدوري ايه يا عم افريقيا اهم، على حسب الامزجه وعلى حسب الكلام اللي بيتقال. لا، هي احنا بالنسبه لنا كل البطولات هي مهمه، ولكن اديني عداله في التحكيم، اديني كاميرات كويسه، اديني مخرج كويس. احنا عندنا بالمناسبه، وانا كل شويه هقول هذا الكلام، عندنا مجموعه مخرجين رائعين في كل منابر الاعلام المصري، ولكن ما اعرفش هل احنا محتاجين حاجات زياده، كاميرات زياده، تقنيه اهم. اعتقد ان الفتره اللي جايه احنا وضعنا كل الحلول امام الجميع، علشان من فضل حضراتكم النادي الاهلي يريد عدالة تحكيمية بدون تبرير لا قدر الله خسارة الدوري ولا أي حاجة، ولكن النادي الأهلي عنده كاس وعنده وعنده وعنده، عايز يلعب في هذه البطولات وهو مستريح. بعد كده أنا أطلع أقول إن لعبتي وحشة، إن لعبتي فيها، إن مش عارف مدير الفني عنده كذا عنده كذا عنده كذا، هتلاقونا بنقول هذا الكلام، ولكن إزاي أقول إن اللعيبة دي، ما هو لو كان الجون بتاع طلائع الجيش ده دخل كنا كسبنا، ممكن كنا كسبنا، وممكن لا قدر كان حصل حاجة تانية. ففي النهاية كل اللي عايزين نقوله ايه؟ من فضل حضراتكم انظروا للموضوع بجدية، لأن النادي الأهلي لن يتهاون في حق فريقه، ومن قبل فريقه لن يتهاون في حق جمهوره أبدا أبدا أبدا، لأن ده جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء. فمن فضل حضراتكم أقفوا في ظهر الرياضة المصرية،
اقفوا في ظهر الرياضه المصريه بان احنا نزود التقنيات اللي موجوده عندنا بالفار. انا عارف ان هي فلوس اكتر، ولكن معلش نقدر نزود ونقدر نعمل علشان نصل، نحاول، ما حدش عنده كمال نهائي، ولكن نحاول ان احنا نصل لنسبه عاليه جدا جدا من الامان من خلالها نقدر نهدي الدنيا خالص. لكن الكره دخلت جون والراجل ما حسبهاش جون، الكره دخلت جون والحكم ما راحش شافها في الفار 10 ثواني وعداها. ضربه جزاء بنشوفها هنا، ورينا ضربه الجزاء لو معاك الصوره يا سمير. ضربه جزاء هنا وهنا، هنا بتتحسب وهنا ما بتتحسبش. فانا افكر، انا كاهلاوي افكر اهو امام حضراتكم نفس اللعبه بالظبط بالظبط. هنا نادي الزمالك امام نادي سيراميكا كليوباترا، دي اللي على اليمين امام حضراتكم دي اتحسبت ركله جزاء، وكره اجاييه في مباراه الاسماعيلي لم تحتسب ركله جزاء، وهو هو الحكم بالمناسبه كابتن محمد الحنفي هنا وكابتن محمد الحنفي هنا. فانا الحقيقه بستغرب، المفروض انا كاهلاوي اعمل ايه؟ المفروض لازم احس بالظلم، ولازم احس ان لا مفيش عداله تحكيميه، على الرغم من ان انا عارف ان فرقتي تعبانه وفرقتي تعبت طول السنه وخدت بطولات كتيره وكذا وكذا وكذا، ولكن في النهايه ما هو انت لو اديتني كره زي دي كان الماتش بقى بالنسبه للاهلي بقى الماتش في الاسماعيلي 2-0 والماتش خلص. وبعدين انا حاسس بالظلم ليه؟ هو انا طالع اقول ان انا مظلوم وخلاص؟ لا، انا ضيع مني 15 نقطه وبقيه المنافسين خدوا اكتر مني اكتر من 10 نقاط في هذا الامر بسبب التحكيم. وامام حضرتك اهو، انا ما بقولكش حاجه من وحي الخيال، انا بوري حضرتك حاجه حصلت هنا وحصلت هنا، وبالمصادفه هو نفس الحكم. هو ده اللي انا بطلبه، العداله التحكيميه بدون اي تبريرات وبدون اي شيء اخر، لان انا عارف اللي هيطلع يتكلم بعد كده يقولك. وبالمناسبه انا مش واخد بالي من اي حد بيتكلم او بيقول حاجه من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. قول اللي انت عايزه واتكلموا زي ما انتوا عايزين، وانا ما عنديش اي مشكله مع اي حد. انا بحب ارد امتى؟ بحب ارد في الوقت اللي انا عايز ارد فيه، مش هستنى حضرتك تقول لي كلمه عشان انا اروح ارد عليك وتوقعني في فريق تاني وتدخلني في فريق تاني وكلام من هذا القبيل. لا، انا هرد عليك في الوقت اللي انا عايز ارد على حضرتك فيه بعيدا عن اي حاجه خالص، ولكن هفضل كده. واتعلمت جوه النادي الاهلي كده، اتعلمت ان انا في حاجات ما ينفعش حتى ارد عليها اساسا. وبالتالي خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم بقى اخبار النادي الاهلي كالعاده، ونشوف ايه اللي حصل في النادي الاهلي النهارده بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح لاخبار النادي الاهلي، والحقيقه زي ما قلنا لحضراتكم ان هناك لجنه مشكله لاحتفالات النجمه العاشره وتكريم الابطال تنتهي من التصور النهائي. الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت الكل اتكلم على انه يجب تكريم كل ابطال اللعبات المختلفه في الموجودين في النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، وبالتالي شكلت لجنه برئاسه دكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي للنادي الاهلي للاعداد لاحتفالات تدشن النجمه لتدشين النجمه العاشره على شعار النادي، وايضا تكريم اصحاب الانجازات الرياضيه على الصعيد المحلي والقاري والاولمبي والعربي. وانتهت في اجتماعها الاخير اليوم الى التصور النهائي للاحتفالات وعدت اقتراحات خاصه ببرامج الاحتفالات والمواعيد المناسبه. وسوف تقوم اللجنه بعرض هذا التصور على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي غدا لاعتماده واختيار الموعد المناسب قبل انشغال الفرق الرياضيه بفعاليات الموسم الجديد. وكان طبعا مجلس الاداره في اجتماعه قبل السابق قرر تشكيل اللجنه المشار اليها لهذا الغرض وعرض الاقتراحات على رئيس النادي. الحقيقه دايما دور النادي الاهلي طبعا ان هو يكسب بطولات، وان هو في كل الالعاب الحقيقه ان هو يكسب بطولات، وان هو ياخد ميداليات في الدورات الاولمبيه وفي كذا، وفي كل ده الدور اللي بيعمله النادي الاهلي. ولكن علشان الدور ده دايما يبقى متواجد، الحقيقه قرر مجلس اداره النادي الاهلي من حوالي الاجتماع اللي قبل اللي فات ان هو تشكل لجنه برئاسه الدكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي لتدشين هذه الاحتفالات خلال الفتره القادمه. خلينا نعرف ايه التصور اللي وصلت له اللجنه حتى هذه اللحظه، ان شاء الله اللي سيتم عرضه غدا على الكابتن محمود الخطيب. ومعنا طبعا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي او القائم باعمال المدير التنفيذي لنادي الاهلي. دكتور سعد ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير يا كابتن اسلام، ومساء الخير على المشاهدين الكرام جماهير النادي الاهلي اللي بتشاهد قناتي.
مساء الفل يا فندم. اولا خليني اسال حضرتك، متى تم تكوين هذه اللجنه وايه اللي حصل في اجتماع اليوم للعرض غدا على كابتن محمود الخطيب؟ يعني في الحقيقه خليني ابتدي كده واقول لحضرتك فعلا اللجنه اتشكلت ازاي. اتشكلت بقرار من مجلس الاداره بعد الفوز مباشره بالبطوله العاشره، وكان في قرار من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود بتشكيل لجنه من مجموعه من الادارات اللي هتبقى مختصه او لها دور في تنظيم هذا الاحتفال. أيوه. اللي خاض ايضا يشمل بعض الانجازات الرياضيه الاخرى، لكن احنا عندنا مجموعه من التطورات النهارده ناقشناها في حضور كل اعضاء اللجنه وفقا لقرار مجلس الاداره، وان شاء الله عندنا اجتماع غدا مع الكابتن محمود لعرض مجموعه التطورات لشكل وبرنامج الاحتفال ان شاء الله. الحقيقه دكتور يعني كل جمهور النادي الاهلي ينتظر هذا الموضوع، لانه احنا من بطوله لبطوله، انا هتكلم على كره القدم دلوقتي، لان احنا من بطوله لبطوله ومن مسابقه لمسابقه، خدت بطوله افريقيا التاسعه، لعبت في الدوري، خدت الدوري او كنت بتلعب في الدوري، وبعد كده لعبت العشره، خدت العشره ما لحقتش، لعبت سوبر افريقي فما لحقتش. فالناس حاسه ان لا، فريق كره القدم يستحق التكريم زيه زي بقيه الالعاب الحقيقه، او زي بقيه الابطال اللي موجودين والانجازات اللي حصلت خلال هذا العام في النادي الاهلي. يعني خليني اشارك حضرتك في الراي ان فريق كره القدم في الحقيقه حقق السنه دي هذا العام مجموعه من الانجازات الغير مسبوقه في تاريخ القاره الافريقيه، عشان برضو الناس تبقى متابعه معانا. السنه دي الفريق حصل على البطوله رقم 10، وحصل على البطوله رقم 10 للمره الثانيه على التوالي في عامين متتاليين 9 و10. ده يمكن اتحقق في الفتره السابقه ايضا مرتين متتاليتين في تاريخ النادي الاهلي، لكن في تاريخ القاره الافريقيه هو الفريق الوحيد اللي حقق بطولتين متتاليتين مرتين في تاريخه، وده اعتقد انجاز غير مسبوق في تاريخ القاره الافريقيه. ده مهم جدا، وفي الحقيقه ده كان في حرص كبير جدا من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود ان يبقى في تقدير لهذا الجيل على هذا الانجاز الغير مسبوق. هذا الانجاز الغير مسبوق ايضا سبقه انجاز كبير وهو الفوز بكاس السوبر الافريقي ايضا. ده كان واحد من اهم الانجاز في هذا العام. الانجاز الثالث ايضا هو الفوز بالميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم للانديه. مظبوط. وايضا ده كان واحد من الانجازات اللي حققت من فرقه وجيل ايضا يستحق التقدير ويستحق التكريم من كل منظومه النادي الاهلي، فده كان سبب رئيسي لتنظيم هذا الاحتفال بهذا الشكل. وايضا ورد يحصل بتصاحب هذا الانجاز هو تغيير شكل معلش يا دكتور سعد، تعالى يمين او شمال شويه علشان الصوت. دكتور سعد كده حضرتك؟ انا كده تمام. يا فندم اتفضل يا فندم. تمام حضرتك. فايضا زي ما بقول لحضرتك احنا كمان عندنا تغيير في شكل العلامه التجاريه، يمكن ده سبق ان احنا عملناه. أيوة. لما حققنا الفوز ب 40 بطوله، وده كان النجمه الرابعه على تيشيرت النادي الاهلي، وكان ده برضو مصاحبه احتفال ضخم ايضا، لان ده مهم النهارده في عمليات التسويق والعمليات التجاريه اللي النادي الاهلي ايضا رائد فيها، وبالتالي بيحصل هذا التغيير من حيث التصميم في شكل العلامه اللي احنا بنرخص بيها لشركائنا الاستراتيجيين في مجال كرة القدم تحديدا او المصاحبين لفريق كرة القدم. ده ايضا احنا بنبقى حريصين عليه وان احنا نعمله بالشكل القانوني اللي بنرخص بيه لكل الشركاء من الشركات الراعية او شركائنا في العقود التجارية من الشركات الوطنية. اذا ستكون من الواضح انها ستكون احتفالية كبيرة لكل الابطال اللي متواجدين في النادي الاهلي، خصوصا ابطال كرة القدم. كابتن اسلام سامعني كده يا كابتن اسلام؟ يا فندم سامعك. بقول لحضرتك اذا من الواضح انها ستكون احتفاليه كبيره لكل الابطال اللي متواجدين في النادي الاهلي او اللي عملوه خلال هذا الموسم، وخصوصا فريق كره القدم يا فندم، صح كده؟ في الحقيقه يعني خليني ما اسبقش الاحداث في كثير من التفاصيل احنا في الحقيقه النهارده ناقشناها. عندنا اجتماع في الصباح الباكر مع الكابتن محمود، ان شاء الله هنعرض عليه كل التصورات وكل السيناريوهات اللي احنا بنقترحها، بحيث ان التكريم ده يبقى شامل كل عناصر منظومه النادي الاهلي اللي حققت انجازات. ممكن يكون قاصر على فرقه على الاولى، ثم بعد كده يمتد ايضا لمجموعه الانجازات الرياضيه اللي حصلت ايضا الانجازات الاولمبيه، وكان ديانا ايضا عندها ميداليه اولمبيه، وكان في قرار صادر من مجلس الاداره بمكافاه اللاعبه جيان كانها حصلت على الميداليه الذهبيه. نعم. وفقا للائحه النادي الاهلي ايضا. فهنعرض بكره التفاصيل ان شاء الله، واول ما نوصل لشكل محدد
الفعاليات بتاعه الاحتفال ان شاء الله. ده لازم يبقى جماهير النادي الاهلي تبقى عارفه هذه التفاصيل ومتابعاها اول باول، ونحن حريصين على ان الجمهور النادي الاهلي هو اللي يكون في مقدمه من لديه المعلومه الكامله عن فعاليه هذا الحدث الكبير، يستحقوا انجازات كبيره في الحقيقه. يا رب دائما ان شاء الله. اخيرا عايز اطمن منك على الامور التنفيذيه داخل النادي الاهلي، وحضرتك كمدير تنفيذي او قائم باعمال المدير التنفيذي، شايف النادي الاهلي رايح لحته عامله ازاي خلال الفتره القادمه ان شاء الله؟ يعني شركات بيتم انشائها يعني، وتطورات كبيره في كل الافرع الحقيقه، يمكن احنا هنوضح ده خلال الايام اللي جايه، ولكن نسمع برضو من حضرتك. يعني احنا عندنا مجموعه من الاحداث المتتاليه في الحقيقه اللي بتمثل عمل ضخم داخل النادي الاهلي، سواء كان في المنشات التحتيه، سواء كان خاص بالتاسيس الجديده، ويمكن حضرتك كنت بتتابع الماضي معانا وتابعنا مع جمهور النادي الاهلي من خلال شاشه النادي الاهلي اجتماعات مجالس ادارات الشركات والفعاليات اللي قامت بيها واللي بدات توصل الى هذه الشركات وتشتغل على الواقع بالفعل. الاهلي لكرة القدم، شركة الاهلي للمنشآت الرياضية، شركة الاهلي للخدمات الرياضية، وشفنا القرارات اللي صدرت عن مجالس ادارة هذه الشركات، وكان اهمها زي ما قلنا هو الطرح لحقوق التسمية ان شاء الله هذا الاسبوع. هذا الاسبوع سوف يتم الطرح لقرارات الشروط الخاصة بالاستاد الجديد. دي كلها اعمال موجودة، مش بس كده، كمان عندنا بنية تحتية ضخمة في كل مقرات النادي الاهلي، سواء كان في مدينة نصر، واحنا بنستعد ان شاء الله في القريب العاجل لافتتاح جراج مدينه نصر بتاعه 700 سياره. مزبوط. وده واحد من الاحلام الكبيره اللي احنا كنا بنحلم بيها في مدينه نصر، ايضا سوف تكون على ارض الواقع وتبدا تفعيلها من الاسبوع النهارده. لجان ايضا منعقده لاختيار العاملين الجدد اللي هيديروا جراج النادي الاهلي، ده موجود في مدينه نصر. بنستعد ايضا للمنشات الرياضيه اللي موجوده في الشيخ زايد، صاله الكاراتيه وصاله الجمباز وايضا صاله الاسكواش، دي ايضا منشات رياضيه ضخمه بنستعد ليها. ايضا التجمع بيسير في العمل على قدم وساق ايضا، وبنستعد ان شاء الله يكون عندنا ايضا افتتاح ضخم يليق بالتطورات اللي موجوده فيه ويليق بالشكل الجديد اللي بيظهر فيه فرع جديد من فروع النادي الاهلي. ده ايضا واحد من الاعمال اللي احنا شغالين فيها ليل نهار ان شاء الله وبنسابق فيها الزمن. مش بس كده، احنا كمان حريصين على كل الفعاليات. يعني احنا كنا في بدايه اللقاء مع حضرتك بنتكلم على الاحتفاليه الكبيره الضخمه اللي موجوده هيقوم بيها النادي الاهلي، لكن برضو بنهتم بكل الفعاليات الخاصه باعضاء النادي الاهلي داخل المقر الرئيسي وداخل زايد وداخل مدينه نصر. يمكن كان عندنا الاحتفال براس السنه الهجريه في الثلاث فروع ايضا من خلال مجموعة من الاحتفالات كانت موجودة، أيضا في احتفالات كانت منظمة لكل المراحل السنية بما فيهم الأطفال، أيضا كان عندنا احتفالات خاصة بيهم. ودي كل الأنشطة والفعاليات اللي موجودة، أيضا اللجان، أنشطة اللجان اللي موجودة في النادي الأهلي، سواء كانت لجنة الشباب، لجنة المرأة، عندنا أحداث وفعاليات يمكن موجودة على الموقع الإلكتروني ده موجود. بنستعد ايضا لهيكله شامله للنادي الاهلي بيتم تطبيقها من بدايه العام الجديد، ايضا عندنا مجموعه من المتخصصين بيقودوا هذا العمل. فيمكن احنا بنستعرض بعض من كل اللي بيحدث في النادي الاهلي. في الحقيقه عندنا خلال ال 24 ساعه عمل متواصل في سواء كان في الانجازات الرياضيه اللي موجوده وفوز فريق كره القدم بالبطوله العاشره وقبلها البطوله التاسعه وقبلها كأس العالم بطولة السوبر الأفريقي وأيضا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية. عندنا النهارده رجع النهارده فريق تنس الطاولة اللي فاز بالبطولة العربية النهارده، أيضا رجع الساعة 6. وكل النشاطات الرياضية اللي عندها إنجازات على رأسها كرة الطايرة، أيضا اللاعبة اللي حققت ميدالية برونزية جيانا، وده كانت واحدة من الأهداف الاستراتيجية لمجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود. النهارده احنا عندنا أهداف واضحة بنسعى لتحقيقها، والحمد لله في توفيق من ربنا كبير ان احنا نقدر نحقق الاهداف اللي احنا بنذكرها لجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. الحقيقه عمل في كل الاتجاهات. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين اعمال في كل الاتجاهات، بنيه تحتيه، احتفالات باللاعبين، كل حاجه بتحصل داخل النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين من خلال الدكتور سعد.
تسمعوها بودانكو، وهتشوفوا بقى خلال الفتره اللي جايه ايه اللي بيحصل ان شاء الله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، لان احنا الفتره اللي جايه كمان عاملين مفاجات كبيره جدا ومهمه جدا، ومصورين لحضراتكم التطورات اللي حصلت داخل مقرات النادي الاهلي وايه اللي حصل فيها، ايه اللي حصل في كيف كانت مقرات النادي الاهلي، وماذا وعد مجلس اداره النادي الاهلي كل اعضاء الجمعيه العموميه وكل جمهور النادي الاهلي، وايه اللي حصل دلوقتي؟ هل اوفى مجلس اداره النادي الاهلي بوعده؟ هل عائله الاهلي اللي كان السلوجان اللي اشتغل عليه مجلس اداره النادي الاهلي الكلام اللي اتقال حصل ولا ما حصلش؟ هنوري حضراتكم قد ايه ان احنا عندنا مجلس اداره ما عندوش اي حاجه في دماغه غير شيء واحد فقط، هو كيفيه اسعاد الجمعيه العموميه داخل النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. حضرتك تبقى قاعد فخور ان عندك مجلس اداره بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعمل حاجه. قال لك هعمل لك استاد، عمل تعاقد استاد الاهلي والسلام، وبدا في وضع حجر الاساس لاستاد النادي الاهلي، حلم كل جمهور النادي الاهلي، وهذا ما وعد به مجلس اداره النادي الاهلي خلال حملته الانتخابيه من 3 سنين ونص. قال لك هنعمل كذا في مقر النادي في مدينه نصر، هنعمل كذا في مقر النادي في الشيخ زايد، هنعمل كذا في مقر النادي في الجزيره، هنعمل كذا في مقر النادي في الاقصر. كل الامور دي حضراتكم هتشوفوها ان شاء الله تباعا خلال الايام القادمه على شاشه قناه النادي الاهلي. قد ايه احنا فخورين ان احنا بننتمي ولو جزء بسيط جدا جدا من هذا النادي الكبير العريق. تخش النادي، تخش مقر النادي في الجزيره، تحس بعبق التاريخ واحترام البعض، كل الناس بتحترم بعض، كل الناس بتحب بعض، كل الناس قاعده، حتى اخي اللي بيتخانق باسلوب محترم وباسلوب النادي الاهلي. بتروح مقر مدينه نصر تشوف الجراج الجديد، بتروح الشيخ زايد تشوف ايه اللي بيحصل من تطور واضح وكبير في الشيخ زايد، تروح الاقصر تشوف ايه اللي بيحصل في الاقصر، تروح التجمع الخامس تشوف ايه اللي بيحصل في التجمع الخامس. حاجات كثيره جدا جدا جدا. نتمنى ان شاء الله ان احنا دايما نبقى موجودين مع حضراتكم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، وتشوفوا ايه اللي بيحصل من تطور، لانه تطور كبير وملحوظ. نكمل بقيه اخبارنا. محاضره نظريه وتدريبات بدنيه في مران اليوم استعدادا لمباراه الجونه ان شاء الله يوم الثلاث، مباراه النادي الاهلي ضد الجونه، ستقام هذه المباراه في الجونه. طبعا كالعاده بيتسو موسيماني قبل المباراه عمل محاضرة نظرية للاعبين داخل الملعب، وزي ما حضراتكم شايفين اللاعبين يعني نازلين واحدة واحدة، الأمور جيدة، التركيز واضح على كل اللاعبين، كل التوفيق إن شاء الله لكل اللاعبين في مباراة الجونة القادمة. تدريبات إضافية لسباعي الفريق رامي ربيعة، صلاح محسن، محمود متولي، وليد سليمان، محمد محمود، ناصر ماهر، وأليو ديانج عملوا تدريبات إضافية عقب نهاية المران الجماعي الذي يقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الجونة. حمدي فتحي أيضا النهاردة اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، إن شاء الله تكون حاجة بسيطة ويلحق بمباراة يوم الثلاث القادم. دكتور أيضا أحمد أبو عبلة بيؤكد جاهزية محمد شريف لمباراة الجونة. قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ان محمد شريف مهاجم الفريق الاول جاهز من الناحيه الطبيه بعد انتظامه في التدريبات الجماعيه وتعافيه بشكل تام من اصابته في العضله الخلفيه. نتمنى له يا رب كل التوفيق ويلحق ان شاء الله مباراه يوم الثلاث القادم. اخر حاجه معايا، ايمن اشرف وحسين الشحات راحه من التدريبات ويكتفيان بجلسه في الجيم. طبعا مباريات متتاليه وكثيره جدا، ولكن مجهود كبير جدا جدا بيبذل من كل هؤلاء اللاعبين، يستحقوا التحيه، يستحقوا الاحترام، يستحقوا الاحتفاليه ان شاء الله اللي هيقوم بها بكره ان شاء الله. زي ما حضراتكم سمعتوا من دكتور سعد شلبي، ان شاء الله بكره سيتم عرض تصور كامل احتفاليه النادي الاهلي بكل الالعاب وبكل الانجازات اللي حصلت خلال هذا الموسم. الحقيقة خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل وكالعادة الحقيقة 4 من نقادنا الرياضيين الكبار اللي هيكونوا متواجدين معانا، أستاذ محمد القوصي، الأستاذ خالد الإتربي، أيضا الأستاذ أحمد عويس، والأستاذ عبد الحكيم أبو علم. بعد هذا الفاصل نقادنا الرياضيين الكبار في حوار مفتوح لكل الأمور اللي احنا اتكلمنا فيها، هنتكلم فيها مع نقادنا الرياضيين ونعرف رأيهم إيه في هذا الأمر. نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وكالعاده الحقيقه كل يوم حد بنكون مع حضراتكم مع مجموعه متميزه الحقيقه من نقادنا الرياضيين الكبار اللي بيكونوا متواجدين معانا بيقولوا رايهم الحقيقه في كل الامور اللي حضراتكم شايفينها واللي بتحدث بمنتهى الحياديه وبمنتهى العدل. خلينا ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، الاستاذ محمد القوسي. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا يا كابتن، شرف ومنور. ده نورك يا كابتن كالعاده حبيبي يا كابتن. ربنا يخليك. ايضا الاستاذ خالد الاتريبي. ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا وسهلا يا كابتن. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. ايضا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا استاذنا؟ اهلا وسهلا. عامل ايه يا حبيبي؟ كله كويس الحمد لله. ربنا يخليك كابتن. الحمد لله. مش هقدم اللي فاضل، مش لازم. ازيك يا عويس؟ ازيك كابتن اسلام؟ الحمد لله كله تمام. الاستاذ طبعا احمد عويس. اخباركم ايه؟ كله كويس؟ تمام. الاول عايز اسالك سؤال يا استاذ محمد، يعني ابدا بحضرتك كالعاده، الدوري اهم ولا افريقيا ولا الكاس ولا السوبر الافريقي ولا السوبر المحلي من وجهه نظرك؟ دي حاجات مالهاش علاقه ببعض خالص، يعني في حاجات في حته وحاجات في حته تانية خالص. لما أيوة. بنتكلم على افريقيا على القاره الدوليه اللي بتوصل لك للعالميه، طبعا دوري ابطال افريقيا لا يقارن باي شيء، لا يقارن باي حاجه على الاطلاق. بطوله عظيمه، بطوله قاريه اللي انت بتواجه فيها كل عظماء القاره، وانت بتبقى يعني اعظم هؤلاء العظماء. فدي بطوله لها وضعيه خاصه، لها قيمه خاصه، لها مذاق خاص، بترفع قيمتك على المستوى القاري والمستوى العالمي، وترتيب البطولات القاريه على مستوى العالم، حطاك في المركز الثاني على مستوى العالم بعد ريال مدريد. لا، ما فيش مقارنه. الدوري طبعا بطوله عظيمه، لكن في النهايه بطوله محليه، لا يوضع الاثنين في المقارنه على الاطلاق. عشان كده النادي الاهلي السنه دي عامل انجاز تاريخي ما حصلش، انك خدت بطوله، ده ما خدتش بطوله واحده، خدت بطولتين في 8 شهور، بطولتين قارتين. يمكن ما اعتقدش ان في فريق على مستوى العالم قدر يعمل ده. لما نتكلم على السوبر الافريقي، السوبر الافريقي مهم جدا طبعا، وحاجه عظيمه جدا لا يقارن بالسوبر المصري. فاحنا في ده حاجات ما تنفعش تخش بعضها في مقارنات. فالاهلي في حته ثانيه، كون الاهلي بيتكلم على الدوري، فالاهلي لان الاهلي اعتاد على الدوري، الدوري بقى يعني زي ما يكون حاجه موجوده عنده، جمهور الاهلي بيتعامل معاها كاميرات او شيء موجود عنده، بيتعامل معاها بشكل سلس جدا كل موسم، بينتظره كل موسم، واخده اخر 5 مواسم، واخده 42 مره، يعني حاجه اضعاف مضاعفه للفرق اللي موجوده السبعه السته التانيين اللي خدوه معاك البطوله. فما فيش مقارنه كابتن اسلام، ما ينفعش نحط ده في مقارنه على الاطلاق يعني. طيب خالد، برضو عايز اسالك من حيث الاهميه بالنسبه للجمهور، جمهور يبص لافريقيا ولا يبص للدوري ولا يبص للكاس؟ احنا عارفين جمهور. بص يا كابتن اسلام، خلينا نتفق انه ده بيختلف على حسب نوعيه الجمهور. نعم. لو انت بتتكلم عن جمهور نادي عادي فبالنسبه له اي بطوله تكفي. انا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي اي بطوله لا تكفي، وكل بطوله هي مهمه حتى لو كانت شرفيه. النادي الاهلي مكسبه لاي فريق، ده جماهير النادي الاهلي بتزعل من خساره الفريق لنقطتين بالطبيعي، طبيعي، او يعني لو ما بتعادل بيزعل. في انديه تانية تختلق مبررات، لا، جمهور النادي الاهلي دايما بالنسبه له الفوز فقط. في ناس هتقول لك ده غلط، دي عقليه ويقين جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي لابد انه يكون دايما في مقدمه، دايما لابد انه يكون في الصداره، وبالتالي بالنسبه له سواء كاس، سوبر، دوري، افريقيا، كل مهم. كل مهم. من يصنع المقارنات ويصنع المبررات هو الفريق اللي ما بيكونش قادر يحقق بطوله، فبيحاول او جماهيره او بيحاولوا ان هم يخلقوا بطوله من بطوله اضعف. ده واضح وده دايما موجود. وبنلاقيه على فكره مش في مصر بس، انما دايما في العالم كله. في العالم كله، بس بيبقى زايد شويه في مصر. لانك لما بتكون في بطوله دايما مستعصيه عليك ومش عارف تعملها، دايما تحاول تقلل منها. دايما في اوقات دايما كنا بنحس ان كاس مصر دي بطوله قويه جدا، لان اعتاد نادي الزمالك هو اللي بياخدها، وبالتالي لو خرج نادي الزمالك من الكاس او اي نادي تاني يقلل من البطوله. اي بطوله بيخرج منها النادي المنافس بالنسبه له بتبقى البطوله هي القليله، واي بطوله بياخدها النادي المنافس هي بتبقى البطوله الكبيره. احنا في او النادي الاهلي جماهيره مش كده. الجماهير هي عارفه البطوله، اي بطوله اسمها بطوله، اي مسمى لبطوله هو بالنسبه له مهم. انا النادي الاهلي هو رقم واحد. فهو ده الفرق. الفرق ما بين طيب. جماهير النادي الاهلي واي نادي تاني. طيب حلو جدا، هو ودانا لقصه المبررات. هو انا كاعلام قناه او قناه النادي الاهلي لما اجي اتكلم واقول ان انا عندي مشكله مع التحكيم واخطاء تحكيميه واضحه جدا للجميع، وحضراتكم اتكلمتوا فيها الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبل اللي فات اتكلمتوا فيها وقلتوا كذا وكذا، هل ده يعتبر مبرر لا قدر الله لخساره الدوري؟ احنا لسه قدامنا ماتشين، نظريا لسه قدامنا ماتشين. لا طبعا. هل ده بيعتبر مبرر لخساره الدوري؟ لا طبعا، هو مش مبرر. انت اديني حقي وبعدين حاسبني،
يعني اديني حقي وبعدين انتقدني. بس للاسف احنا دلوقتي عايشين في عالم شلونج وعالم سوفسطائي، عالم ترديد، انك تفضل تصدر معلومات 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 يا كابتن، بحيث ان انت من كتر الاصرار على ترديدها تحاول توصلها تحولها الى حقائق. عايز توصلها لحقيقه وخلاص. احنا بنتكلم في مسلمات يا كابتن، الدوري والكاس المحليين دول طبيعي جدا لاي حد بيوصلوك لفين. الفوز بيهم بيوصلك للبطوله القاريه، يبقى طبيعي ايه البطوله القاريه اللي انت بتنافس اقوى 30 او 35 او 24 فريق افريقيا. ده شيء مش محتاج ان احنا نتكلم فيه، بس جدليه الحاله والسوفسطائيه اللي احنا فيها والاصرار على ترديد اكاذيب اكاذيب بشكل رهيب لحد ما توصل عند الناس لمرحله الناس تصدقها. انت عايز الناس تصدقها. خرجت من دوري ابطال افريقيا السنه اللي عدت، الاهلي تاهل مع كايزر تشيفز. طب كايزر تشيفز طلع مين؟ طلع مين قبله؟ ارجع الوداد، وقبل الوداد مين؟ لا هو مش معترف. وشاف كايزر تشيفز ده انت كسبت 3-0، طب ليه ما تقولش ان الاهلي قوي؟ فتحولت بطوله دوري ابطال كانت اضعف والدوري بقى اقوى عشان انت الدوري بقيت قريب منه. تمام، هو طبيعي طبيعي ان الفرص ضالت، لكن الاهلي ما بيسوقش مباراه. الاهلي بيقول لك اديني حق، كلمني عن الحق، قول لي انا عايز عداله تحكيميه زي ما حضرتك كنت بتتكلم في الانترو. الاوبشن هم للاسف طبعا يعني واخدين جايبين الباقه واخدين مكالمات بس وسايبين الانترنت، مش جايبين الباقه كلها بتاعه تقنيه الفيديو. فالاهلي عايز العداله التحكيميه وبعدين انتقدوا على المستوى. في اخطاء كابتن سعد الحفيظ اعترف بيها، في حاجات الاهلي هيشتغل على علاجها الموسم اللي جاي، والاهلي اعترف بيها قبل ما اي حد يعترف بيها، بس يديله حقه التحكيمي. هو بيتكلم على حقوقه على شيء واضح. امبارح الكابتن احمد كشري كان في احد المداخلات قال لك ايه؟ قال لك الاهلي له هدف واضح وصريح، الطبيعي ان الحكم اللي تغاضى عن الهدف في مباراه طلائع الجيش بيقف يتصور دقيقتين او ثلاث دقائق في الموقف ده، خد 15 ثانيه وخلص. وقال لك انا خايف من التحكيم في المباراه اللي جايه. طيب ده مدرب فير، انت اللي اتهمته بالمناسبه وضغطت عليه نفسيا واتهمته عشان هو كان لاعب للنادي الاهلي، قلت ان هو ممكن يسيب. بالمناسبه برضه جزئيه التفويت اللي انا مش عايز اوصل ليها دلوقتي، بس خلينا في الجزئيه حاجه اتكلمت فيها. الاهلي ما بيتكلمش عن المباريات، بيقول لك اديني حقي وانا عارف اخطائي، انا كنادي الاهلي عارف اخطائي، هتحرك فيها وهصوبها الموسم اللي جاي. تمام. عاوز بالنسبه للاخطاء، احنا دايما بنتكلم على ان النادي الاهلي دائما ما يصوب من اخطائه من وجهة نظره، ولكن هل انت مع الاعلان عن هذه الاخطاء او عدم الاعلان؟ يعني بمعنى ان في بعض الامور ان انا اقول ايه، ان انا عندي اخطاء في 1 2 3، في ناس تطلع تقول كده زي ما كابتن عبد الحفيظ عمل، وفي ناس تانية تطلع تقول لك لا انا ما اقولش واستنى واشوف ايه اللي هيحصل. انت مع ايه؟ مع اني وضع؟ لا مع عدم الاعلان طبعا، لان انا هعلن ليه على اخطاء؟ انا مش داخل امتحان، انا بلعب كوره وعندي دوري وعندي مسابقه بلعب فيها، المفروض ان انا بنافس منافسه شريفه فيها عدل وفيها تحكيم عادل. وبعدين نغمه اصله الزمالك احسن والزمالك افضل، حقيقه نغمه انا مش فاهمها. اقوى هجوم في الدوري هو هجوم النادي الاهلي، اعلى لاعب عامل اسيست في الدوري هو علي معلول لاعب النادي الاهلي، هداف الدوري محمد شريف لاعب النادي الاهلي. فالحقيقه فكره معرفش جت منين فكره انه الزمالك افضل ومستواه افضل، هل عشان الفوز المتتالي؟ ما هو الفوز المتتالي ده اغلبه بفارق جول وبحاجات كلنا يعني خلينا نتكلم عن النادي الاهلي اكتر. فالاهلي خلينا بس نتكلم عن النادي الاهلي اكتر في كل هذه الامور، لانه هو الاهم بالنسبه لك، الاهم بالنسبه لك وبالنسبه لنا كلنا ان احنا نتكلم عن النادي الاهلي والانجازات اللي بيتم تحقيقها خلال هذه الفتره مع النادي الاهلي. كيف ترى النادي الاهلي خلال الفتره القادمه؟ اعتقد انه في اخطاء لازم تتصلح وهم اكيد عارفينها، والصفقات حسب ما تردد في الاعلام الصفقات اللي جايه هتحل جزء كبير من ثغرات اللي موجوده في تشكيل الفرقه، زي ما قال الكابتن سيد انه الموافقه على لعب المباريات المضغوطه بدون لعيبه الدوليين في فتره الاولمبياد كانت صعبه وخسرت الفرقه نقاط. ولكن ده دورك. طبعا ده دورك يعني طبعا طبعا، بس هو انت وافقت على حاجه ولعبت مضغوط وفي الاخر هتتحاسب عليها. الاهلي عمل انجاز في نوفمبر، من نوفمبر لحد دلوقتي عمل 5 بطولات وبرونزيه كاس العالم، اعتقد ما فيش فريق عمل ده، خد دوري كاس سوبر افريقي برونزيه كاس العالم دوري ابطال افريقيا المره الثانيه. والحقيقه حتى وهو بينافس على الدوري اللي المفروض الناس بتقول ان هو شبه اتحسم رغم ان نظريا لم يحسم، بينافس لحد اخر قبل اخر جولتين، يعني احنا بكره بعد بكره الثلاث الجوله 33، الجمعة الجولة 34، لسه حتى الآن الدوري ما اتحسمش، رغم إنه الأهلي لما في المواسم اللي فاتت كان بيحسم الدوري قبل نهايته مع بداية الدور الثاني تقريبا كان الدوري بيتحسم. فالحقيقة حتى في ظل الإرهاق وضغط المباريات اللي فيه النادي الأهلي لحد الآخر بينافس. طبعا في أخطاء،
طبعا لازم تتصحح طبيعي. انت فريق لاعب لاعب لو حسبنا المباريات هتلاقي الاهلي لاعب حاجه و70 مباراه اكيد لازم يظهر اخطاء، واكيد السكواد بتاعك فيه لعيبه وقعت، الاصابات لو حسبنا معدل الاصابات لقيت النادي الاهلي مرعب يعني مرعب. بدر بنون بس انت بتبرر كده يا عويس، ما هو ما هو ده اللي انا بقوله بقى. هو دي النقطه اللي انا كنت لسه بتكلم المشكله كابتن اسلام، النقطه اللي انا كنت بنشرح فيها لمن ايوه احنا بنشرح الفارق. بين التبرير والشرح. التبرير ان انا اقول ان انا ابقى ما عنديش حق وبقول سبب غير موجود على الارض الواقع، ولكن دلوقتي بقول سبب موجود على الارض الواقع. هل علي معلول ما اتصابش وقعد 4 شهور مصاب؟ هل بدر بنون ما اتصابش في الامطار الاخيره والاهلي كان محتاجه واتصاب بكوفيد وقعد بقاله شهر دلوقتي، وطبعا ما دخلش احد اهم لاعبي دفاع النادي الاهلي بدر بنون كتير، محمد شريف الهداف الهداف الدوري اتصاب في مرحله صعبه جدا. انت لو قلت اي اسم، انت لو غمضت كده وقلت اي اسم هيطلع اتصاب حاجه يعني الشناوي. انت لعبت اهلي وزمالك ماتشين وتغيب من عندك 11 لاعب في 18 ابريل مباراه يعني في 18 ابريل وكسبت 2-1. بس هي الجمله اللي يمكن اطلع الكلام زميلي واخويا الاستاذ احمد عويس، ان انت دلوقتي ممنوع عليك يا كابتن اسلام انك تقول ده غلط. ايه ده؟ انت هتقول انت غلط؟ لا، ازاي تتكلم؟ لا يعني ايه ممنوع عليك؟ معلش ممنوع. طبعا انت ده النغمه السائده في الاعلام، النغمه السائده دلوقتي ان انت ممنوع. النغمه السائده كمان انت بتقول مبروك ليه؟ ازاي؟ لا ما تقدرش مبروك ليه؟ يعني انت حاسس مش مراعي؟ لا انت المفروض ما تتظلم، تتعمل ضغط مباريات وتقول مبروك. 17 مباراه او 18 مباراه ضغط مباريات يا كابتن. مباراه الدوري انا لعبت، الاهلي لعب نص مبارياته، اوعى تتكلم. لعبت 6 مباريات او 5 مباريات مش مباراتين، لعبت 5 او 6 مباريات بدون 6 من لاعبتي اللي راحوا المنتخب الاولمبي. احنا طلبنا مباراتين بس. لا ولما رجعوا برضو خلي بالك، وانا بتكلم على لحد ما رجعوا غابوا عنك حوالي 5 مباريات. اوعى تتكلم تقول تكافؤ فرص. طب مش انت اللي كنت بتتكلم على تكافؤ الفرص؟ احنا بنتكلم لا ازاي ما تنطقش؟ اصل لو اتكلمت في بلاوه ورا الترابيزه. ايه هي البلاوه؟ مش فاهم. احنا بنتكلم ده كوره على فكره يعني. ما بنتكلمش في حاجه. انت ان السته اللي راحوا فيهم 3 من القائمه الاساسيه اللي لعبت للاهلي نهائي دوري ابطال افريقيا امام كايزر تشيفز، محمد الشناوي، طاهر واكرم، اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر. يعني تلت فريقك اللي خد دوري ابطال افريقيا في النهائي ما كانش موجود معاك، خسرت 5 ماتشات. انت عارف اكرم توفيق اول ماتش رجع عليه كابتن ايه؟ 3. اول ماتش رجع عليه اكرم توفيق ماتش الاسماعيلي. اسماعيلي 6 ماتشات 6 ماتشات 3 يعني تلت الفرقه. طاهر محمد طاهر رجع لك مصاب. طاهر محمد طاهر كان واضح عليه الاجهاد على المباراه يا كابتن. المفروض ان اكرم معروف عنه بالمجهود اللي هو مجهوده خرافي. 6 ماتشات يعني 18% مباريات الدوري. الاهلي خسر تلت فرقته بقرار انه يلعب في فتره الاولمبياد 6 ماتشات او 5 ماتشات، يعني 18% مباريات الدوري لعبهم من غير تلت فرقته. 3 لعيبه اساسيين يعني 3 لعيبه اساسيين. محمد الشناوي اعتقد انه ايوه، بس انا دايما بكون مع هذا القرار لانه في النهايه هو قرار دوله. الدوله او انا كنادي اهلي بعمل ايه؟ باخد لعيبتي بديها للمنتخب اللي هو الدوله. قرار وطني، قرار في النهايه هو قرار بس وطني. بس انا بس هو ده دور. ما هو ده للاسف دور اللجنه. لا ده دور النادي الاهلي. تمام يا كابتن. طبعا دور اللجنه، لجنه اللي تدير الاتحاد، ولكن دور النادي الاهلي ان هو يعمل كده يا استاذ محمد. لا اصل هو حطك في النقطه دي تحديدا، حطك في خيار تختار دوري الابطال ولا تختار الدوري. عايز تمشي في دوري الابطال وانت مرتاح، ولا عايز تمشي في الدوري وانت مرتاح؟ فطبعا كان خيار النادي الاهلي هختار ايه؟ انت يعني اجباري ان انا اركز على دوري الابطال. فقال لك عشان تلعب دوري الابطال وارجح لك مباريات، ففي مباريات هتلعبها بدون اللعيبه يعني بتاعتك. يعني هو حط لك ماتش البنك الاهلي قبل ماتش الترجي ب3 ايام. واخد بالك؟ فانت طبعا عجبك يعني ده في الاساس يعني في الاساس. حطوا لك قبل ماتش البنك الاهلي قبل ماتش الترجي ب3 ايام. ها موافق ولا تلعب اجله لك؟ هاجل لك الماتش بس تلعبه في فتره الاولمبياد ماشي. حط له ماتش اسوان تقريبا في نفس تلعب دلوقتي ولا طب ما خلاص ما انا بقيت مضطر ان انا وافق على ان خلاص يا عم اجل لي وانا هلعب. هو بيدبسنا ما بيجبس. بيدبسنا. وانت بشكل عام لعبت 17 مباراه في شهرين، وده عمل يعني مش موجود في العالم على الاطلاق. يعني عارف 17 مباراه في شهرين وحضرتك لعب كوره وعشت الاحداث دي رقم كبير جدا. انا بتفرج على اللعيبه دلوقتي من المباريات يعني مش قادرين يا ماتشات. اللعيبه دلوقتي خلاص انت وصلت مرحله وصلت مرحله انك انت مش قادر، انك انت مجهد بشكل كبير جدا. يبقى هو دي اخطاء اداريه من اداره المسابقه واداره اتحاد الكوره اللي هي ضغطتك بهذا الشكل
على مدار الموسم، حطيت لك معظم مبارياتك خلال شهرين، فاثرت عليك بدرجه كبيره جدا، افقدتك عدد من النقاط. في اخطاء فنيه في النادي الاهلي احنا معترفين بيها وكلنا اعترفنا بيها، وده بص اي دوري في العالم في اي فريق في العالم بيلعب 34 مباراه لابد ان يقع فيه اخطاء طبعا. ممكن يقع خطا من مدافع، خطا من لاعب، خطا من حارس، خطا من مدرب في اداره مباراه في تشكيل، ده طبيعي. لكن غير الطبيعي ان اتعرض لاخطاء تحكيميه واضحه اثرت على نتيجه المباريات وبالتالي اثرت على الترتيب بتاع جدول مسابقه الدوري. لما نادي الاهلي يتعرض وبحسبه ورقه وقلم، وده باعترافات استوديوهات تحليليه ليست في داخل قناه الاهلي ولكن كل الاستوديوهات التحليليه اللي خارج قناه النادي الاهلي ما فيها قناه اون تايم سبورت وقناه الزمالك نفسها اللي بتحلل ماتشات الزمالك وتتعلق عليها، ما لا يقل عن 15 نقطه فقدها النادي الاهلي بسبب ركلات جزاء غير محتسبه. وبالمناسبه النادي الاهلي ترتيبه رقم 14 في المحتسب لهم ركلات جزاء، نادي الزمالك ترتيبه رقم 1، مع العلم ان هجوم النادي الاهلي هو الاقوى في المسابقه. ده مش كده، ده خامس افضل هجوم او خامس عدد نسبه اهداف اتسجلت في تاريخ النادي الاهلي على مدار التاريخ. ده معنى كده انك انت بتروح للجون كتير، انت اللي متعرض لاعاقات كتير، انت اللي متعرض المفترض تحصل على ركلات جزاء كتير ما حصلتش، وشفنا ده مرارا وتكرارا. لو بصيت حتى احنا مش هنذكر كل المباريات اللي كل الناس عماله تتكلم فيها، لكن اخر مباراتين على الاقل اللي لسه في ذاكره الناس مباراه الاسماعيلي وكان فيها وقعه مشابهه مع مباراه الزمالك في سيراميكا اللي هي ركله الجزاء وركله الجزاء بتاعه اجاي ومع نفس الحكم. اذا المعيار غير مختلف والمعيار غير واحد بالرغم من وحده الشخص، بالرغم من وحده الشخص الفار استدعى في الحكم في مباراه سيراميكا ولم يستدعيه في مباراه الاسماعيلي. لا وهو هو انا اسف يا استاذ محمد اقطعك، وهو هو طارق مجدي نفس حكم الفار اللي ما استدعاش الجهاد جريشة في ماتش بيراميدز كره محمد شريف بالزبط. نفس الكوره بالظبط. الحاجه الثانيه ادي نقطتين فقدتهم بشكل واضح، وبعديها مباراه طلائع الجيش برضه نقطتين بهدف واضح جدا الكل اعترف بيه، بلاعب واقف على خط المرمى بقدم اليمنى وبيطلع الكره بقدم اليسرى. اين قدم اليسرى؟ مستحيل تكون على الخط، مستحيل يعني تشريحيا مستحيل تبقى موجود، غير ان كل الحكام والخبراء اعترفوا بيها بغض النظر عن بعض الحاجات اللي اتعملت يعني. فانت بتخسر يعني ادي 4 نقاط على الاقل في اخر ماتشين بس في اخر 3 ماتشات، ده غير ماتش وادي دجله في البدايه، غير ماتش بيراميدز، غير اللي في غير ماتش المحله اللي كان فيه ركله جزاء وهدف بدايته فاول وعدم طرد لاعب، غير ماتش الزمالك نفسه بتاع رامي ربيعه. يعني عدد كبير جدا من النقاط انت فقدته في نفس الوقت. طبعا احنا بنتكلم على وقائع وليس تحيزا للاهلي وليس ضد نادي الزمالك، النادي الزمالك برضو استفاد بما لا يقل عن 8-9 نقاط بركلات جزاء غير طبيعيه حقيقه يعني. ودي ليست مبررات لكن دي وقائع ودي حاجات اثرت على ال 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 النادي الاهلي واثرت على توجه البطوله. البعض يقول لك انك انتوا بتبرروا ما تشوفوا لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي تعرضت لبعض الاخطاء ولعيبه الاهلي تسببت في بعض الخسائر وسببت في بعض فقد النقاط، لكن هناك اشياء لا دخل لعيبه النادي الاهلي فيها ولا دخل للنادي فيها اثرت على توجه درع الدوري من وجهه نظري يعني. الفار يا خالد، الفار ده مشكله كبيره جدا يعني. احنا كنا بنتكلم قبل الانترو قبل ما نخش يعني على الهوا، كنت دايما بقول ايه يا جماعه، الفار ده هو الفار اللي عندنا ده فول اوبشن يعني، هل هو كامل كل عندنا كل حاجه؟ لما جبت الكابتن ناصر عباس قال لي لا، احنا عندنا في مثلا لو كان عندنا تقنيه او تكنولوجيا خط المرمى اعتقد ان الموضوع ده ما كناش هنوصل ان احنا نتكلم على الاقل اخر مباراه زي ما الاستاذ محمد قال في او قبل الاخيره مباراه طلع الجيش. الفكره يا كابتن اسلام ان ما فيش توحيد للمعايير، بمعنى ان الموضوع اصل هو بروتوكول واحد، انا ما اعرفش ليه لماذا لا يتم تطبيقه. بروتوكول واحد تطبيقه لابد ان يخضع للضمير ولابد ان يخضع للتجرد، هل احنا بنحكم المباريات بضمير وتجرد ولا لا؟ يسال في هذا والمطلع على الضمائر الحكام والله سبحانه وتعالى. انما في الاول وفي الاخر بس انا قبل بس ما تتكلم، انا بتكلم في ايه؟ بعيدا عن الضمير وال لكن انا بتكلم عن الكره عدت ولا ما عدتش؟ ده لو التقنيه موجوده، لو التقنيه موجوده كان الموضوع انتهى. طب يا صفرت يا ما صفرتش؟ طب من غير ما هي ما تراجعتش كمان يا كابتن، يعني ما خدتش الوقت الكافي للمراجعه. من غير التقنيه انا بتكلم في المعيار دلوقتي، عايز اراجع كل الالعاب الجدليه اللي خدها نادي الزمالك ومقارنه بالنادي الاهلي. خلينا نشوفها في الاهلي، نادي الزمالك يا كابتن اسلام. لا
انا مرتبط ارتباط شديد الصله بنادي الزمالك. نادي الزمالك هو المفروض بينافسني على البطوله، وبالتالي لابد ان يكون لما اتكلم عن توحيد معايير لابد ان اشوف المنافس بتاعي بياخد نفس ما هو. كابتن سيد حفيظ قال كلمه مهمه جدا، قال قبل كده انا انت بتطلب مني ان انا ابص في ورقتي. انا حاضر هبص في ورقتي، لو ورقتي زي ورقه اللي جنبي، لو ورقه اللي جنبي مختلفه عن ورقتي لا ابص في ورقه اللي جنبي. هي الفكره هنا دلوقتي نفس الكلام بالظبط، نفس الكلام لما كوره اخر كوره اخر قرار احتسب لنادي الزمالك هو كان ضربه جزاء لسيراميكا امام سيراميكا، واللي فاز بيها الزمالك واللي قرب بشكل كبير منها من البطوله، وهو انا شايفه لم يكن يستحق هذا الفوز، لان ضربه جزاء تقريبا اتخذ فيها 3 دقائق ونص او 4 دقائق بنجيبها من كل الزوايا يمين وشمال وفوق وتحت. لو بصيت على كابتن محمد الحنفي هو رايح بس للفار، طريقه حتى مشيته طريقه مختلفه ما شفتهاش في ملعب من اي ملعب من ملاعب العالم، طريقه يعني توجهه للفار مختلف، وقوفه على الفار مختلف، وهو راجع انا مش عارف مراقب المباراه بيتكلم معاه في ايه. السويس محسن حسنين اللي هو معروف ان هو طبعا رئيس منطقه السويس لكره القدم، وهو راجع من الفار. انا حتى تعبيرات وش الحكم وهو راجع من الفار بتبقى باينه. انا والكابتن محمد الحنفي راجع من الفار ما كنتش عارف هو عايز ايه، حتى برضه راجع بيتمشى وبيسمع المراقب وبيسمع وبيسمع اللعيبه، وفي الاخر احتسب ضربه جزاء. نفس الجزئيه بقى هنا بشوفها كره هدف للنادي الاهلي، كره هدف 15 ثانيه تقريبا اللاعب وقف وتم استكمال المباراه. فين المعيار هنا؟ ما عشان كده احنا بنتكلم، احنا ما بنتكلمش عن نادي الزمالك علشان ان احنا عايزين نتكلم، هو التنافس ما بين الاهلي والزمالك. ايه الفكره؟ هو ده المعيار. المعيار مش مظبوط يا كابتن، التقنيه واحده، انما المنفذ للتقنيه واللي قاعد على التقنيه هو العامل البشري، ولما تلاقي العامل البشري بيحكم نفس الحكم على نفس الواقعه حكم مختلف، يعني هم كانوا قدامنا، يبقى اذا انت لابد انك تصدر للناس فكره لا هو في ايه. طيب حلو جدا الكلام ده، كيف نطبق بقى هذه المعايير؟ بمعنى ان انا عندي بروتوكول واضح 1 2 3، لو الكره دي حصل فيها كذا من الفار، يعني لو الكره دي حصل فيها كذا يبقى انا هعمل كذا كحكم، اعمل كذا او اعمل كذا او اعمل كذا. طب هو اعملها ازاي؟ ما هو انا في الاخر يهمني ان يكون عندي عداله تحكيميه. خلاص فاضل مباراتين، يعني نجرب نشوف الماتشين اللي جايين هيحصل ايه، وبعد كده الموسم القادم ولسه عندنا كاس مصر ولسه عندنا السوبر المحلي، وبالتالي ما احنا او احنا عايزين ان احنا نشوف كيفيه تطبيق هذا البروتوكول بشكل كامل على كل الفرق مش على فريق واحد فقط. ما هو زي ما حضرتك قلت في الانترو يا كابتن، انت جبت تقنيه الفيديو بالكامل ولا جبت اوبشن وسبت تقنيه خط المرمى؟ ما هو دي مشكله. يعني انت دلوقتي تقنيه، لو انت زي ما حضرتك قلت بتجيله على الساعه او على السماعه اني الكره عدت خط المرمى بكامل محيطها، ما خلاص يبقى المشكله اتحلت. الكره بتصفر، الكره بتصفر. فاذا الموضوع مرتبط بان انت جبت، بس حضرتك احنا بننسى، انا مش عايز اذكر اسماء. كابتن احمد مجاهد اول ما جه عمل اجتماع بالانديه كان بيدرس قرار الغاء تطبيق تقنيه الفيديو اصلا. طب احنا نسينا؟ يعني الموضوع ده ما كانش محتاج اي دليل، معناها ان انا عايز تقنيه الفيديو ما تكونش موجوده. وساعتها ارتكنا للفلوس وقال لك الانديه طب تشارك في جزء من الفلوس. فتطبيق الموضوع ده كابتن هيفضل، يمكن هيظل الا لما تجيب كل حاجه ويبقى في لجنه محترفه تدير الدوري. انا شايف ان الحل تدير الدوري مش تدير الحكام. الدوري والبطولات كلها، الدوري تحديدا، الكاس طبعا خليه تبع اتحاد الكوره عشان الرعاه. الدوري تشكل لجنه محترفه تدير الدوري، اللجنه دي يتم تشكيلها بشكل معين، هتكون محترفه تتقاضى رواتب بشكل كويس جدا، بتبقى ناس فير. هي رابطه الانديه المحترفه، رابطه المنتخب مش معينه، لان التعيين اثبت ان هو يعني انا قلت منتخبه حتى لو اضطرينا مثلا اول سنتين زي ما عمل بعض الدوريات العربيه ان احنا نستعين بتجربه، ولو على سبيل المثال انجلترا، نجيب مثلا 2 3 ان اول سنتين يشتغلوا عندنا كويس جدا ونمشي الموضوع. لو طبقت هذه التجربه واشتغلت اعتقد المشكله مش في تقنيه الفيديو كابتن، المشكله في الناس اللي بتدير وبتوجه. يعني ما مش عايزين نتكلم مثلا بعيدا عن الاداره والتوجيه يا عويس، انا برضو عايز اوصل لحلول منطقيه في الاخر نقدر من خلالها ان احنا نحكم ان الكره دي اتحسبت للاهلي او اتحسبت لغير الاهلي، اتحسبت ضد الاهلي او اتحسبت للفرق اللي ضد النادي الاهلي، وبالتالي كيفيه تطبيق هذه المعايير هي ده بالنسبه لي سهل. انا مش فاهمه سهل نجيب الفاركو نجيب تطبيق التقنيه كلها، يعني ليه جبنا حته؟ وبعدين كل ما تسال الكابتن احمد مجاهد يقول لك انا مالي، اساله اللجنه الخماسيه انا مالي، هم اللي اتفقوا عليها كده. مفيش حاجه اسمها كده يعني، ما هو طبعا. فالحقيقه
انت طب انت خلاص يعني خلاص هنفضل عرفت العيوب اللي موجوده عرفت العيوب ما تقول لهم. طبعا هي في المشاكل اللي بين الشركه الاسبانيه وبين اللجنه الثلاثيه دلوقتي اللي ورثها الكابتن احمد اللي هي عشان الماتشات وعشان الفلوس المتاخره فهم بيعندوا ده حتى بيعندوا ان هم يدربوا الحكام الجداد. انت عندك حامل رايه واحد انت متخيل في كل الحكام اللي بيشتغلوا في فار دول حامل رايه واحد ده حتى تطبيق التسلل نفسه فيه مشاكل لانك اوقات الكاميرات بتتحط غلط فبتجيبش ثلاث خطوط لو ما جابش ثلاث خطوط بتوع الملعب مش هيعرف يعمل خط التسلل فاوقات بتشوف تسللات كوميديه يعني شوف الكره محسوبه تسلل وانت بالعقل يعني شفت كره محمد صلاح امبارح اللي اتحسب الدب يعني تقريبا بشعره يعني هم دلوقتي زودوا في الدوري الانجليزي كان بيحسبوا الخط ليه سمك عشان كان عمل مشاكل السنه فاتت كان سمكه اصغر دلوقتي كبروا السمك عشان يقللوا هامش المشاكل اللي حصلت السنه اللي فاتت لانه الاتحاد الانجليزي كان الفيفا عامل معاه مشاكل تخيل انت بقى الدوري الانجليزي الفيفا كلمه عشان المشاكل الصغيره اللي هو الخط الهندسي اللي كانوا بيعملوا الحاجات اللي استفاد يا وسام قصدي طبعا قصدي ان هو في الاخر كان في انتقاد لشيء معين او حاجه معينه وبالتالي هو كاتحادكم او اتحاد انجليزي عمل ايه رابطه الانديه المحترفه الانجليزي رابطه الانديه المحترفه الانجليزي عمل ايه غير الموضوع وكبر الخط علشان لان يعني في تجرد يا كابتن في تجرد انما احنا مشكله هي مشكله بشريه مش مشكله مش مشكله تطبيق مشكله بشريه في لا لا مشكله بالظبط النقطه اللي انا عاوز احنا جبنا حته وسيبنا حته والحته الاهم اللي احنا سيبناها انت هنا انت بتحاول معلش بالمناسبه انت هنا انت بتحاول تقلل من عامل البشري جوه الاخطاء الاخطاء البشريه جوه المنظومه بمعنى ان انت بتقلل البشر يعني الحكام بيبقوا خلاص بقى يا جماعه انا شايف الفيديو وشايف الصوره لا والحكم بيصفر فاول بيصفر فاول وكورنر واوت بس اوقات انما الحاجات المؤثره كلها في اللي هي الهدف وضربه الجزاء والتسلل كلها تقنيه بس انت بتقلل كل المشاكل التقنيه على فكره إيه؟ لان في اوقات كتير بتبقى التقنيه واضحه جدا ليك وليا ولكل الناس والحكم مختلف العامل البشري هنا في مصر تحديدا مع الحكام ومع اتحاد الكره مختلف انا مصر على كده هو موضوع بشري وموضوع مش عايز فكره أقول... ما حدش بيقول لك لا انا مش عايز اقول توجيهي لا انا موضوع لا لا ما فيش الكلام ده انا قصدي اقول لك ايه ان هو ممكن يكون انا قلت مش عايز اقول هو ممكن يقول ايه هو ممكن يكون ان هو لما نقلل العامل البشري هتبقى نسبه الخطا اقل بكتير هي دي قصه طبعا طب ما ده عشان تقلل العامل البشري لازم تزود العامل التكنولوجي بالظبط ان انت لو انت العامل البشري خلينا نقول لو انت العامل البشري ما عندوش المهاره ولا الدقه ولا الاتقان انه يعمل شغله فانت بتحاول تزود له طول الوقت العامل التكنولوجي هي دي النقطه بتحاول توصل له خد يا عم مش انت نظرك ضعيف فعملت لك نظاره طب النظاره مش شايف فيها كويس فتغير له عدسات ركب له عدسات احلى لحد او تكبر له او تجيب له مكبر تحاول يجود تحاول تجود له تدي له كل ده يعني لحد ده دور يا كابتن اللي هو تدي له حاجه بمعلقه في بقه عشان نخلص بس يعني دي اسهل حاجه انك تجود لو في رابطه انديه محترفه يا كابتن هتلاقي تشتغل على نفسها على طول يعني هو ده الحل انا وجهه نظري ده الحل طبعا ده الحل هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نتكلم في حل كل هذه الامور عمالين نتكلم في انتقادات طب عايزين نشوف الحل ايه لانه في النهايه اعتقد وجهه نظري واعتقد الكل متفق معايا في وجهه النظر دي ان لو النادي الاهلي وجد عداله تحكيميه في اي مباراه الامور هتبقى مختلفه عن اللي احنا شايفينه دلوقتي تماما على الرغم من الاجهاد وعلى الرغم من البطولات الكتيره اللي حصلنا عليها ولكن في النهايه النادي الاهلي دوري بالنسبه له مهم او جمهور النادي الاهلي دوري بالنسبه له مهم كاس بالنسبه له مهم بطوله افريقيا بالنسبه له مهم هطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين استاذ محمد برضو نوصل للحلول عشان نبقى نفتح موضوع وبنتكلم في حل ليه الاستاذ عبد الحكيم قال ان رابطه الانديه المختلفه هي حل لكل هذه الامور تمام الى ان يتحقق هذا لان ده صعب تحققه في مصر لان المهندس احمد مجاهد اول لحظه صدر فيها قرار بتعيينه رئيس اللجنه السياسيه كان اول قرار قاله تشكيل لجنه الانديه المحترفه او لجنه المحترفين وحتى هذه اللحظه كان اول قرار خده وقال بالنص انا مصر عليه ودي اول حاجه هعملها حتى الان لم يفعلها ولن يفعلها حتى يرحل ما تعرفش ليه السبب مش هيعمل
لان لان هتاخد سلطات. هم مش عايزين يسيبوا سلطات، هم عايزين يظلوا هم اللي يديروا وهم اللي يتحكموا. بدليل اتحاد الكره لغايه دلوقتي ما اتحاد الكره ما فيهوش لجنه مسابقات. ايوه بس ده اتقال كده برضو على النادي الاهلي انه عمل شركه الكره وشركه الكره هتاخد، بس النادي الاهلي عمل لا لا الاهلي ده شركات ده بيعمل بيطبق الحاجات الاحترافيه. أيوة لا يعني من ضمن الحاجات اللي اتقال برضو في هذا بالظبط، لكن هم بيخافوا على ان هو ياخد، لان لجنه الانديه المحترفه هتيجي هتاخد المسابقه وهتديرها، والمسابقه دي هي الكريزه بتاعت كره القدم، هي التورتايه كلها. عندك منتخب وعندك امم افريقيا وعندك ما هو لا هو شايف ان الدوري بقى هيبعد عنه الدوري وكل ما وكل متعلقاته وكل مشتغلاته، فدي مش هتبقى موجود. اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي من فضلك طور ال 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 التقنيات الخاصه بالفار، هات لي كاميرات على اعلى مستوى، بلاش كاميرا الموبايل اللي احنا بنشوف بيها المباريات يا كابتن. ده احنا احيانا بنشوف صوره والمفترض ان هي اتش دي، صوره مهزوزه مش الصوره اللي هو بيعيدها، دي صوره ماتشات مهزوزه. انا احيانا بلبس نظاره انا خايف لحسن يكون نظر داعب فالاخراج انت كبرت والله العظيم يا كابتن يعني ودي شكوى الناس كلها، الناس كلها بتشوف حاجات غريبه جدا يعني. واحيانا يعني خلينا مش هتكلم على الاخراج دلوقتي، انا هتكلم على الصوره اللي احنا بنشوفها والصوره اللي الفار بيتعامل معاها اللي المفروض يكون ليها. حضرتك بتقول هنا ايه في يعني كلام واضح وصريح ومحدد. كاميرات على اعلى مستوى تبقى الاحدث نظام موجود في العالم، علشان ما دام هتستخدم حاجه بتستخدمها صح. بس ده هيتكلف كتير قوي يا خالد. ما يتكلف، مش انا عايز اعمل حاجه صح. هو انت مش بتعمل دوري مصري والدوري المصري قليل كده منتج، ده منتج أيوة. وهتقدر تسوقه وتقدر وانا ليه بقعد اتفرج قدام الدوري الانجليزي؟ لان بيقدم منتج محترم. النهارده كنا قاعدين بنتفرج حاجه صوره وهميه بصراحه. انت حد بيجبرك انك تتفرج ولا بتتفرج انت بارادتك؟ ليه بتروح؟ ليه بتروح؟ عشان تستمتع، عشان تستفيد. على اي ماتش خلي بالك. عشان تستمتع، عشان تستفيد وانت قاعد كده مرتاح نفسيا، شايف ملعب جميل، شايف أيوة. تصوير رائع، شايف. هو انت هو احنا بنحس بالفار في الدوري الانجليزي؟ خالص. حد لاحظ ده؟ حد لاحظ ان الحكم طلع وجري ووقف ست دقائق؟ ده ماتش امبارح ست دقايق الحكم واقف يتفرج على الفار عشان يحسب الكوره اذا كانت ياخد فيها قرار. الكلام ده مش موجود في الدنيا. ده ومعنى كغير الحاجه الثانيه تدريب كامل وشامل لحكام الفار، لانهم لم يتدربوا بشكل كافي، وده باعتراف لجنه الحكام اللي موجوده وباعتراف الموجودين. قال يعني ان هم بيعملوا كده خلال هذه الفتره يعني. ما اعتقدش ما عملوش، لكن هم غير مدربين بشكل جيد وما عندناش العدد الكافي المدرب اللي يستطيع ان يتعامل مع موضوع الفار. خالد حلول من وجهة نظرك؟ لا الحلول طبعا هو انا بس عايز اقول مميزات رابطة الأندية. رابطة الأندية اولا مش هكون عندك الآفة اللي احنا بنعيش عليها دايما من اول ما عملنا كرة لحد دلوقتي، وهي القيادة الأحادية، ان واحد بس اللي بيدير المنظومة والباقي كله بيخدم عليه، وده موجود ومن اول ما بدأت الكرة عندنا لحد دلوقتي. يعني حتى لو بتتكلم عن الانجازات، اغلب الانجازات اللي عملناها ما كانتش انجازات مخطط ليها. احنا ما عندناش خطة في اي حاجة خالص، انا ما بسودش الموضوع، لا ما فيش خطه الانجاز. هقول لك ان دايما الخطط موجوده في النادي الاهلي، مش عشان انا في قناه النادي الاهلي، انما الحاجه واضحه ومرتبه. واخد من كلام حضرتك قلت دلوقتي ان النادي الاهلي عمل، طب ليه اتحاد الكره ما عملش؟ لان ده مجلس اداره منتخب عنده رؤيه، عنده استراتيجيه، مقدم برنامجه من اول ما بدا لحد ما خلص. دور على مجلس اداره النادي الاهلي، لو لقيت ان البرنامج اللي عمله عائله الاهلي اللي قاله في الانتخابات من اول ما مسك او من اول ما ترشح لحد دلوقتي كام في الميه تم انجازه من البرنامج وتم اضافه عليه بنود لم تكن موجوده. اذا انت بتتكلم في الطموح الحقيقي دلوقتي، انت عندك ايه الخطه اللي بيعملها اتحاد الكره الحالي او اللي قبله او اللي قبله عشان كره القدم المصريه؟ هل حد جه قال عندنا واحد واثنين وثلاثه واربعه هنتحرك فيه؟ لا ما حصلش. لا ما هو استاذ محمد قالك واحنا او استاذ كابتن احمد مجاد اول لما جه قالك احنا عايزين ما هو اللي بيتقال ما بيتعملش، لكن ما حصلش. ما هو احنا سواء بنقول احنا بنقول ما بنعملش او ما طب بنقول. الحل برضو يا خالد، ما هو انت ما وصلتنيش الحل. خطة انا عايز المفروض محمد قال تقنيه الفار يتعمل فيها كذا لابد ان يكون جابها فول اوبشن يعني قصدي لا او يكون في حضرتك الرابطه برضو. انا متفق مع الرابطه، لان اللي الناس اللي هتشتغل في الرابطه ما عندوش مصلحه انه في اداره الكره المصريه، انما انت دلوقتي بتتكلم على لابد ان اللي في الرابطه ده بياخد اجره يعني بيدير عشان عايز ينجح بس وهيحاسب في النهايه وهيقول في الاخر بس طيب. هي فكره الحساب بس يا كابتن. تمام انت قلت لنا الرابطه مش كده، عندك حاجه ثانيه في الحل؟ بس الاستاذ بوسي كان بيتكلم يعني على ان الكلام ده مش هيحصل ومحتاج، وحضرتك قلت محتاج تكلفه ماديه رهيبه. هو اتحاد الكوره مش بياخد نسبه
من البث الفضائي للانديه، بث الفضائي وعقود اللاعبين، يعني وعقود اللاعبين جدا. اه انت عارف النسبه ممكن توصل كده، توصل كام؟ لا ما اعرفش. ممكن توصل 80 90 مليون جنيه، ممكن اكتر. انا متخيل ان هي اكتر. اه انا لا انا حسبت على مثلا ان النسبه كلها من الانديه مثلا 600 700 800 مليون جنيه. 90 مليون دول ما يكفوش حاجه. هو ده انا انا برد عليك بقى اتحاد الكوره. انا يعني طبعا انا يعني يا كابتن حاج جبت رابطه انديه محترفه بتقنيه فيديو بالكلام ده كله، هتتكلف كام؟ هتخلص نفسك من مشاكل قد ايه؟ اعتقد ملايين. اه بس هتخلص نفسك من مشاكل كتير. اه بس اعتقد ان هي ملايين كتير. انت شفت حضرتك الوضع الجدل اللي كان اللي كنا فيه الفتره، انت حضرتك والاستاذ وصي قال لك احنا ما حسناش بالدوري الانجليزي. طب احنا ليه رايحين قرر العجوز؟ طب ما انت جنبك الدوري السعودي، اتفرج على الاخراج، اتفرج على التصوير، اتفرج على كل حاجه. حاجه والدوري الاماراتي كان لسه الاسبوع اللي فات الامارات حاجه امبارح نهائي البطوله العربيه. البطوله العربيه حاجه جميله جدا، حاجه ثانيه خالص. ما حسيتش بمشكله ماتش الزمالك وماتش الاتحاد السكندري اللي كان في البطوله العربيه. بصوا لما نفس ملاعبنا احنا، ملاعبنا احنا بس التصوير والاجواء مختلفه. بص السلعه عندنا يا كابتن، السلعه محترمه جدا على فكره، وتضاهي اقوى سلعه في الشرق الاوسط، اقوى دوري. ده بدون مبالغه المصريه هي اقوى منتج رياضي في الشرق الاوسط، وعندنا افضل من وجهه نظري، يعني عندنا افضل مخرجين، عندنا افضل كلام. صحيح وجهه نظري ان انا بالحاجات دي بنشوفها كتير حقيقه، موجودين وكويسين وكل حاجه. لكن اللي احنا بنشوف في الدوري الانجليزي والكلام ده في القنوات العربيه اللي واخده حق الاحتكار، هتلاقي معظمهم من 20 ل 30% منهم هتلاقيهم مصريين. بس قبل ما عشان ارد على جمهور حضرتك، اني رابطه الانديه المحترفه انا ما زلت مصمم ان هي الجزء الرئيسي اللي هيعالج كل المشاكل بما فيها تقنيه الفيديو، بما فيها تدخل العنصر البشري، بما فيهم نزود الكاميرات كل ده هتحله لو انت جبت ناس مجرده من الاهواء، مجرده من اي شيء. اويس خصخصة منتج كرة القدم، الأهلي بدأ في ده، يعني الأهلي عمل شركة الكورة عشان يخصخص منتج كرة القدم. يعني أنت أخرج بالكورة من منطق إن هي تحت إدارة اتحاد الكورة. أولاً مبدئياً لازم يجي اتحاد كرة معين، لأنه ما ينفعش منتخب آسف، ما ينفعش الاتحاد المصري اللي اتنشأ سنة 1921 وهيحتفل بمئويته في ديسمبر تديره لجنة من قبل الفيفا بقالها 3 سنين. ده ما حصلش في جيبوتي وما حصلش في السودان، ما حصلش في اي ده اي لجنه يعني. اي لجنه جت معينه من الفيفا قعدت سنه ومشت، احنا عندنا بقى لها 3 سنين. فعلى الاقل لازم يجي لنا اتحاد منتخب عشان يجيب لجنه رابطه انديه محترفه تدير، لازم رابطه حكام محترفين، لازم الحكام ما يبقوش موظفين، لازم الحكام يبقوا حكام محترفين، ما بقاش بيشتغل عند حد. احنا يبقى الحكم كده في بطاقته حكم كره قدم، يبقى شغلته، انما انت الحكم الصبح حكم وبالليل حكم، والصبح شغال في بنك، واللي شغال في شركه، واللي شغال في نادي، واللي يعني في حكام شغالين في مناطق، يعني في حكم شغال في منطقه في احد المناطق كره القدم. فالحقيقه لازم تتخصص المنتج، يبقى النقل التلفزيوني لازم يتخصص، يعني النقل التلفزيوني لازم يخرج ويروح لشركه متخصصه في النقل التلفزيوني، يجيب كاميرات زي ما بيحصل. هو ده حصل في كاس الامم على فكره، عملنا كده في كاس الامم، جبنا عربيات وجبنا ما نعمل ده في الدوري عشان تاخد المنتج وتخصخصه وتعرف تبيعه عشان يجيب لك ما يليق بيه، لان منتج كره القدم المصري هيجيب ما يليق بيه. فالحل ان انت تحل كل المشاكل بتاعتك ان انت تخصخص المنتج عشان تعرف تصرف عليه كويس، لانه من غير ما انت بتصرف عليه كويس مش هتعرف تجيب. قبل ما اقول المسمى رابطه الانديه لسه كنت هقول معنى ان انت تخصخص، معنى كده ان انت يبقى رابطه الانديه، رابطه الانديه، رابطه حكام محترفه، نقل تلفزيوني محترف، نقل تلفزيوني مع كل التلفزيون بيبقى عنده 50 حاجه فوقت يطلع لك وحده. يعني انت شفت ماتش الاهلي والمصري على اعلى جوده، على اعلى جوده، ما على اعلى جوده. انت دايما لما تيجي تفكر وتشوف تلاقي ان انت عندك بالفعل يا جماعه احسن من الماتش، يعني ماشي يعني المصري، لا المصري الاول امبارح بالظبط، النقل التلفزيوني بتودي كاميرات اعلى رائع. فانت عندك، انت عندك ماتشات كاس الامم، ماتشات الاهلي والزمالك، ماتشات الاهلي والزمالك في افريقيا، يعني ماتش الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، ماتشات الاهلي في سيمي فاينال افريقيا اللي اتلعبت هنا، ماتشات الاهلي في افريقيا كلها، لان نفس اللعيبه ونفس الملاعب، لان الكاف نفس اللعيبه ونفس الملاعب. الكاف بيطلب وحده بس معينه، يعني بيبعت الجواب، لانه التلفزيون المصري بياخد مباريات الاوي اللي هي الهوم اسف بتاعتنا اللي بتتلعب، سواء اي فريق مصري بيلعب في دوري المجموعات في افريقيا بتتاخد مباريات الهوم مقابل تكاليف الانتاج. يعني ايه تكاليف الانتاج؟ اللي هو خط البث وعربيه البث والحاجات دي. فهو بيطلب انا عايز الوحده كذا، فبتجيله الوحده كذا، فالوحده كذا دي بيبقى فيها 16 كاميرا، بيبقى كلهم فول اتش دي، او دلوقتي عندنا بقى عندنا كاميرات 4K. فالحقيقه
ما هو ده موجود ما نعمله، بس ده موجود بيكلف التلفزيون كتير في اوقات زي ما بيقولوا ايه بيسترخص، فيبعت لك الوحده بثلاث كاميرات او بخمس كاميرات في الماتشات العاديه. لا، ماتش الاهلي والزمالك زيه زي ماتش سموحه والجونه، كل الماتشات تتنقل لغايه لما توصل لكده يعني توصل لده. فده مش هيحصل غير لما تخصص المنتج، تجيب شركه متخصصه تنقل المباريات وطبعا لانه القانون لازم يتعدل، في حاجات كتير بقى لازم تتعدل، انت هتلاقي حاجه ولا حاجه يعني ولا حاجه لغايه لما نوصل. قانون البث لا يسمح باي حد ليه يحصل على البث المباشر. طبعا كتيره جدا هنكمل كلامنا في هذا الامر، ولكن هنطلع بقى فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن صراع الهبوط. صراع الهبوط يحتدم خصوصا بعد تاكد صراع او تاكد هبوط الانتاج الحربي واسوان، ويبقى الصراع بين ثلاثه فرق. من وجهه نظر نقاد رياضيين، من سيكون الفريق الثالث في الدوري او بعد نهايه هذه المباريات خلال المباراتين القادمتين؟ نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ محمد، البنك الاهلي، الاسماعيلي، دجله، من سيهبط من الثلاث فرق دول؟ معركه شرسه، معركه عنيفه، يعني لاول مره من فتره طويله جدا نشوف ان صراع الهبوط بيستمر حتى الامتار الاخيره في المسابقه. يمكن لغايه قبل الجوله، قبل اخر جولتين، ما كانت الصوره مجهوله تماما. أيوه. حتى المباراه اللي قيمت امبارح واكدت هبوط اسوان والانتاج الحربي، الحقيقه بعد صراع شرس للانتاج الحربي تقريبا الانتاج الحربي فقد الفرصه في الدقيقه 89 امبارح بتعادل الاتحاد السكندري معاه، ليبقى مقعد عليه صراع ثلاثي غريب جدا الحقيقه، يعني وادي دجله، البنك الاهلي، وللاسف النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي النادي الكبير القيمه، النادي الشعبي، الحقيقه كان بامكانه انه يكون في حته بعيده خالص عن الوضعيه دي بعد ما امور استقرت مع الكابتن ايهاب جلال وحصد عدد كبير جدا من النقاط، لكن في المباريات الاخيره يعني حصل تراخي وتراجع وتكاسل، ربما نتيجه الاطمئنان، ربما نتيجه ان الحماس قل، اشياء كثيره جدا، لكن الامور بقت صعبه. لكن اعتقد ان الزمالك الاسماعيلي بامكانه ان يحصد نقطه من المباراتين المتبقيتين. يبقى الصراع بين وادي دجله وبين البنك الاهلي، واعتقد ان المباراتين القادمتين سواء وادي دجله مع سيراميكا او البنك الاهلي عنده مباراه الاتحاد السكندري، اعتقد ان دي مباراه مهمه جدا، مباراه يعني مفصليه بالنسبه لنادي البنك الاهلي. لو الاتحاد السكندري كسب المباراه دي، ولو الاسماعيلي كسب وادي دجله كسب، يبقى خلاص وصل. لو كسبوا لو كسبوا او تعادل، لو البنك لو تعادلوا النقطه 34 بالظبط. لكن لو البنك الاهلي خسر من الاتحاد، لن يبقى له الا نادي الزمالك في المباراه الاخيره. واعتقد انها تكون مهمته صعبه جدا 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 ان يفعل شيء مع نادي الزمالك، لان احنا مش عارفين التطورات ممكن يحصل فيها ايه خلال الجولتين التالتين. يعني انت شايف مين الاقرب يا استاذ؟ لا طبعا الاسماعيلي هيمر بنسبه كبيره جدا، واعتقد البنك، اعتقد ان وادي دجله اللي هو فرصته اصعب. خالد اتفق برضه، هو دجله فرصته اصعب، يعني فرصته اصعب بكتير، عايز معجزه عشان يفضل في الدوري. يعني وخاصه لما يكون الفرقه اللي قدامك عندها بتلعب على كام فرصه ان هي لو حققت اي نتيجه ايجابيه في المباراه اللي جايه خلاص هتعدي، فانت منتظر ان انت تعمل نتائج ايجابيه والفرق اللي بتنافسك تتعثر، فده صعب صعبه شويه. طيب بالنسبه لصراع القمه، هل يستطيع النادي الاهلي؟ الفرص قلت، الفرص ما قلتش من وجهه نظرك؟ لسه مباراتين، ايه اللي ممكن يحصل فيهم؟ هي الفرص طبعا نظريا على الورق موجوده، لكن بالمنطق وبالعقل الامور صعبه، خاصه ان المباراه المقبله للمنافس طبعا دلوقتي ممكن للزمالك مع الانتاج الحربي اللي يعني الموضوع انتهى بالنسبه له، ده هبط. ده لسه كان خالد بيتكلم على ان خبر، ما اعرفش خبر ايقاف وبعد كده ايقاف الكابتن احمد كشر مش هيكون موجود في المباراه، وعنده 3 او 4 لاعبين مش موجودين وملوش اي فرص في البقاء. فاعتقد ان الدنيا بقت يعني خلينا نتكلم بالمنطق، يعني ان الامور بقت صعبه جدا. يعني النادي الاهلي طبعا هيتمسك بالامل، لكن الدنيا صعبه جدا، مش عايزين نتكلم في احباط، بس دي الحقيقه ان الدنيا صعبه، وان اي ماتش للزمالك هيكسبه الدوري هيتحسم. يعني عاوز برضو في القمه وجهه نظرك؟ لا اعتقد الموضوع يعني خلاص شبه الفرص صعبه. الانتاج بكره عنده الكابتن احمد كشري مش موجود على الدكه، عنده غيابات 4 لعيبه، انذارات، عنده غيابات حارس المرمى الاساسي كتفه اتخلع مش هيلعب، عنده الباك الاساسي مش هيلعب، فغيابات اكتر من 7-8 لعيبه عن الفريق. اعتقد انه فرص صعبه، لكن مفيش
مفيش مستحيل، مفيش مستحيل في الكوره يعني. كوره علمتنا ان مفيش مستحيل. لعيبه الاهلي تلعب ما تبصش لنتائج المباريات الثانيه ويلعبوا ماتشهم عادي ويكسبوا، وحتى لو الدوري يتحسم بكره او في المباراه الاخيره يوم الجمعه للفريق الاخر، يبقى الاهلي لعيبه الاهلي عملت موسم رائع حققت فيه بدليل احتفاليه حتى اللي هتتعمل لكل 80% من المطالب اللي الجمهور عايزها، ولكن شوف اكتر من 80. ايوه، لانه انت دخلت ست مسابقات، سبع مسابقات صح. ما هو احنا بنتكلم على مش عايزين نلضم الموسمين في بعض. هي المشكله. طب ما ده مين ده هي المشكله؟ الموسمين متلاحمين فعلا. فانت لو لحمت الموسمين زي ما، لان احنا خلصنا الكاس يوم 5 ديسمبر لعبنا 11 الدوري مع المقص. فالحقيقه يعني ما هو في الموسمين متلاحمين فعلا. فالموسمين متلاحمين، لا الاهلي عمل 5 بطولات ورقم رائع ولسه قدامه. وطبعا لانه اي تصدير للاحباط، لعبت نادي الاهلي دلوقتي، لعبت الاهلي عندها في شهر 9 عندها السوبر المحلي، عندها السوبر الافريقي، منتخب مصر برضو خلي بالك، ولعيبه منتخب مصر عندهم، لانه ما فيش وقت خالص. اللعيبه تطلع من المباراه يوم 26 هيدخلوا معسكر 27، عندهم ماتش انجولا في استاد الدفاع الجوي يوم 1. فالحقيقه ما فيش، والتصفيات بتاع الكاس العالم المره دي الغلطه بجول، يعني زي ما بيقولوا ما فيش مجال لتعادل، ما فيش مجال لتعادل ولا اي حاجه، الاول هو اللي هيطلع. فانت محتاج 15 نقطه على الاقل عشان توصل تبقى اول مجموعتك. فالحقيقه لعيبه الاهلي محتاجين الدعم، محتاجين المسانده. ما بنبررش، زي ما بيقولوا احنا بنشرح اسباب اللي حصلت. خساره الدوري لو حصلت فهي ليها اسباب كتيره قوي، منها او اكبر حاجه فيها التحكيم. انا يعني لسه كنت هسالك يا استاذ محمد اخيرا، بس عشان كلمات قليله جدا، السلبيات من وجهه نظرك، سلبيات الدوري العام المصري هذا الموسم، الدوري العام الدوري بشكل عام كله. انا عايز، طب قول لي اثنين بس. هم انا عارف ان هم، بس قول لي اثنين يعني من ضمن سلبيات. رقم واحد غياب الجمهور. غياب الجمهور بيأثر كتير جدا. الجمهور بسبب طبعا يعني استمرار غياب الجمهور ده بيأثر على المسابقه بشكل كبير جدا. رقم اثنين التحكيم، ان يكون عندك تحكيم عادل ينصف كل الفرق، وان كل حد ياخد حقه بغض النظر عن اي حاجه تانية يعني. لكن بشكل عام انا شايف ان المسابقه السنه دي جيده، فيها كره قدم احنا بنتابعها يعني بشكل مركز، مستوى فني مرتفع من عدد كبير جدا من الفرق، يعني قدمت لنا عدد من اللاعبين المميزين، قدمت لنا عدد من المدربين المميزين برضو. لا يعني في حاجات كويسه. تمام خالد، هي البطوله كانت هتبقى مميزه من غير التدخلات، يعني شايف انها كانت من غير التدخلات كانت هتبقى كويسه، وكانت فيها تنافسيه عاليه وتنافسيه كبيره. انا بس عايز اقول نقطه مهمه قبل ما نختم، يعني جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وكل ما في النادي الاهلي، انا شايف انه طبيعي انه احنا فرحانين بكل البطولات اللي اتحققت، انما لازم تزعل، لازم تزعل، لان الطبيعي انك تزعل، لان النادي الاهلي لا تغنيه بطوله واحده عن كل البطولات، ولا كل البطولات تعوض جماهير النادي الاهلي عن بطوله واحده. ده النادي الاهلي، وده اللي مخلي النادي الاهلي في مكانته الطبيعيه. تزعل هتعمل احتفاليه، بس لازم تكون عارف انك مطلوب منك الدوري دايما على طول، ودايما اللعيب لازم يكون عارف ان جمهوره وراه، زعلان انما جمهوره وراه. تمام، دي رساله مهمه يعني لكل واحد. العداله وتكافؤ الفرص والمعايير تطبق على الجميع، الاداره المحترفه، انا طبعا مصمم على الموضوع ده، رابطه الانديه المحترفه اللي هي هتوفر العداله وتكافؤ الفرص. اخطاء الدوري السنه دي سلبيات، سلبيات ضغط المباريات، ولو عندك رساله يعني عايز تقولها، ضغط المباريات في توقيتات وترك مساحه كبيره جدا في توقيتات، وتكافؤ الفرص برضو، مفيش تكافؤ فرص يعني. انت في فجاه كده اديت مساحه كبيره قوي لكل الانديه على فكره، مش للاهلي، فجاه وقفت الدوري فتره طويله، وبعدين فجاه قررت تضغط المباريات، وبعدين فجاه الحقيقه ما كانش في تكافؤ فرص. اخطاء الحكام انا شايف ان هي اخطاء ان هم مش حكام مميزه، يعني حكام مستواهم ضعيف، بيرتكبوا اخطاء الحقيقه ساذجه ومكرره، يمكن ومكرره. فاتمنى ان كل ده يتم تلاشيه، والحقيقه الكلام ده بنقوله بقى لنا سنين، فاتمنى بقى ان معلش نبدا نقول يعني لغايه ما نصل. وفكره احاديه القرارات في اتحاد الكوره، اللجنه اللي بتدير، هي في احاديه قرارات طول الوقت، فاتمنى ان يجي اتحاد منتخب عشان يبقى فيه اراء كتيره بتتقال واراء كتيره بيتم مناقشتها، ما يبقاش حد هو اللي بياخد القرارات، هو بس اللي شايف ان هو اللي هي اللي صح، فنشوف قرارات تانية. نتمنى بقى انه الموضوع ده يخلص يعني. يا رب ان شاء الله. انا بشكركم وشكرا جزيلا على وجودكم معانا، استاذ محمد، استاذ خالد، استاذ عبد الحكيم، استاذ احمد، انا بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده.
بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وكالعاده الحقيقه نقاد الرياضيين بيتكلموا بمنتهى الحياديه وبمنتهى القوه امام الجميع، كلنا بنسمع ماذا يقول هؤلاء النقاد الرياضيين الحقيقه اللي دايما بنعتمد عليهم وعلى كلامهم، لانه باسلوب رائع جدا وفي نفس الوقت بيدي كل ذي حق حقه. انا بشكركم طبعا كالعاده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره ان شاء الله بيكون معادنا كالعاده كل يوم اثنين الساعه 11 بالليل. اشكركم واشوفكم بكره ان شاء الله.